يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. يومكم جميعا جميل إن شاء الله، وأهلا بيكم في بداية حلقة النهاردة، حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. أكيد هندردش مع حضراتكم من خلالها عن كتير من التفاصيل اللي استجدت، وكتير من الأخبار اللي عايزين حضراتكم تكونوا على علم ودراية بيها. هنتكلم بطبيعة الحال عن ماتش امبارح، أكيد عندنا شوية تفاصيل كده عايزين نقف عندها. عايزين نتكلم عن عودة الدوريات الأوروبية، وطبعا يعني هنرجع نتفرج مرة تانية على كورة حلوة في الدوريات الأوروبية القوية. بالمناسبة الساعة الثانية في حلقتنا النهاردة هتكون كالعادة عندنا من خلالها فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هينورنا فيها الناقد الرياضي الأستاذ أيمن جلبرتو، وحديث مطول عن عودة الدوريات الأوروبية. وأستاذ أيمن من الناس اللي دايما عنده حاجات حلوة يقول لنا عليها، ودايما عنده رؤية مختلفة وزاوية مختلفة بيشوف من خلالها المباريات، وبالتالي بيسلمنا يعني تسليم أهالي كده تحليل حقيقي متفرد ومختلف. فأكيد هنسعد وهنستفيد من الفقرة الأولى اللي هينورنا فيها. وعلى ذكر نستفيد، أكيد هنستفيد كمان إن شاء الله من تاني فقراتنا، الفقرة الطبية هينورنا من خلالها الأستاذ أحمد رأفت، وهنتكلم عن موضوع يهم ناس كتير جدا من حضراتكم. قبل أي حاجة عايز أطمنكم على كل المصابين من جماهير الاتحاد السكندري، الحمد لله رب العالمين كلهم بقوا بخير وزي الفل، ما عدا مشجع واحد فقط كان عنده كسر في الجمجمة وأجريت ليه عملية جراحية بالأمس، والدكاترة الحمد لله طمنوا كل المسؤولين على حالته إن هي مستقرة إلى حد كبير، بإذن الله يكون أحسن، وأكيد بنتمنى له كلنا الشفاء العاجل. حابب كمان أعلق على بيان الاتحاد السكندري على شكر مسؤولي النادي الأهلي اللي فضلوا الحقيقة موجودين لغاية آخر لحظة في المستشفى للاطمئنان على كافة المصابين. الحقيقة يعني دي وجهة نظري ووجهة نظر ناس كتير قوي، الموضوع مش محتاج شكر، لأننا في الأول وفي الآخر إحنا بنتنافس رياضيا فقط ومش بنتنافس إنسانيا. علاقة الأندية الجماهيرية ببعض دايما لازم تكون في منتهى الاحترام والتقدير، وده اللي شفناه طبعا من خلال الواقعة المؤسفة اللي حصلت. الجماهير دايما هي أهم عنصر في المنظومة، لأن هم محبين وداعمين بدون أي مقابل، وفي الآخر أهم حاجة هي حياة الإنسان وسلامته. تاني نرجع ونقول مليون سلامة على كل المصابين، ونتمنى لهم كلهم الشفاء العاجل إن شاء الله، وبإذن الله نطمن عليهم وتفضل العلاقات المحترمة بين الأندية الجماهيرية الكبرى مستمرة على ما هي عليه. طيب تعالوا بقى نتكلم عن ماتش امبارح اللي كان غريب في كل حاجة الحقيقة، حتى مستر كولر اتكلم يعني عن إضاعة الوقت وأسلوب اللعب الغريب من الفريق المنافس. احنا تعادلنا سلبيا لكن لسه أكيد متصدرين جدول المسابقة، وكلنا ثقة إن شاء الله مستر كولر هيقدر يلم أوراقه سريعا. هنرجع ونقول ماتش وعدى، ولازم نخلي بالنا جدا في الماتشات اللي جاية، عايزين نفضل محافظين على الصدارة وعايزين نفضل مأمنين عليها حتى عشان ندخل المنافسات الافريقيه وكاس العالم للانديه، واحنا عندنا دفعه معنويه قويه تخلينا نقدر ننافس على كل الالقاب كما هي عاده النادي الاهلي، ايا كانت البطوله اللي بيشارك فيها، ايا كانت المسابقه اللي هو طرف فيها، لابد وان يحصل عليها في نهايه المطاف. احنا بس محتاجين شويه هدوء وشويه تركيز ونكمل ان شاء الله اللي جاي بقوه تنافسيه زي ما الاهلي طول عمره معودنا. طبعا الاداء امبارح اكيد لينا عليه بعض التحفظات، لكن برضو اكيد الجهاز الفني بقياده مستر كولر اكيد حددوا هذه التحفظات والاخطاء لمعالجتها في القريب العاجل. كمان مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي كان ليه تصريحات مهمه جدا عقب التعادل السلبي مع سموحه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراه. تعالوا نروح نتابع من خلال هذا الفيديو جانب من المؤتمر الصحفي ده، نشوف ايه اللي اتقال فيه ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. اوكي ich bin ich war 17 Jahre Spieler Profispieler bin jetzt 23 Jahre Trainer und ich glaube ich habe noch nicht so einen Spieler. انا بقى لي 17 سنه كنت لاعب محترف، 23 سنه مدرب محترف، ما اعتقدش ان انا شفت ماتش زي ده في حياتي. Möchte man sagen, dass wir sicher auch erste Halbzeit nicht gut gespielt haben. Das ist halt natürlich schwierig ist, wenn die Mannschaft hinten drin steht. بالتأكيد الشوط الأولاني طبعا لعبنا ما لعبناش كويس. الأمور كانت صعبة بسبب طبعا إحنا بنلعب فرقة بتلعب كلها في تلت دفاعي بس بتقفل ورا. Was da eigentlich abgeht vom Zeitschinderei und Warten und Ball nochmals wegkicken und alles, also das verstehe ich nicht. Und wenn man die Fußball-Weltmeisterschaft geschaut hat, wie viel Zeit da nachgespielt wurde, bei uns waren es zwei Minuten erste Halbzeit, fünf Minuten zweite Halbzeit, dann verstehe ich nicht, was dann da anders sein sollte.
انا عمري ما شفت في حياتي فرقه او ماتش ناس قاعده كل شويه خمس كل 3 دقايق واحد بيقع، ناس بتشوط الكوره بره، تشوط الكوره في نص الملعب عشان تضيع وقت، تضيع وقت بشكل انا ما شفتوش في حياتي المهنيه كلها في خلال 40 سنه. ده مش اخلاق رياضيه، والامور صعبه جدا ومتسابه كل واحد يعمل اللي هو عايزه. Ich denke, man könnte das auch unterbinden, wenn man schneller gelbe Karten zeigt, weil wenn du eine hast und noch eine zweite bekommst, dann hast du rot. Also ist das sicher was, also nicht jetzt nur für dieses Spiel heute, sondern allgemein, was man wahrscheinlich verbessern könnte. واحنا شفنا في كاس العالم الناس كانت بتحسب دقايق ازاي، والريتم كان سريع ورغم كده بيدوا دقايق كتير، لكن احنا عندنا النهارده الشوط الاولاني 2 دقيقة، الشوط الثاني 5 دقايق. لو اي حد رجع للماتش هيشوف ان احنا كان في وقت ضايع اكتر من كده كتير جدا. الكلام ده ممكن اصلا منعه لتحسين جوده الكوره في مصر. دي نصيحه ليا للناس، مش بتكلم على الماتش النهارده، انا بتكلم عامه لان الموضوع قاعد يزيد ماتش بعد التاني. كارت اصفر في كارت اصفر، لو واحد خد طرد بسبب التمثيليات اللي مش كويسه اللي بتتعمل في الماتشات دي، اعتقد الناس هتبقى احسن والدنيا هتبقى احسن، وده لصالح الكره المصريه انها تبقى رتمها اسرع من كده ويبقى يعني لعب كوره بجد. Zum Spiel noch, wir haben zweite Halbzeit haben wir mehr Druck entwickelt, das hat sicher erste Halbzeit gefehlt, dass wir da das provoziert hätten. زي ما انا قلت احنا بدانا الشوط الاولاني وحش، الشوط الاولاني بعترف بده، الشوط الثاني بقينا افضل شويه، بدانا نمارس انواع من الضغط ونضغط قدام، نلعب قدام شويه، وبقينا نعمل بعض اللي انا بطلب منه. Aber wir haben schlussendlich auch zu wenig Möglichkeiten herausgespielt und in so einem Spiel, wenn der Gegner so verteidigt, dann musst du eine Torschance ausnutzen und das ist uns nicht gelungen, darum ist das Unentschieden dann gekommen. لكن في المجمل ما خلقناش فرص كتير، وفي ماتش زي ده هي بتجي لك واحدة أو اتنين في وسط الزحمة دي كلها لازم تخلصها، فاحنا الفرص الشحيحة اللي جات لنا ما عرفناش نخلصها وما خلقناش فرص كتير، وبالتالي اتعدلنا في الآخر. اتفضل. اتفضل. مستر كولر، هارد لك على ماتش النهارده. هارد لك تنفيذ شبيل هايتن. شفنا النهارده ميز باس كتير. وفشل في انهاء الهجمات. الاهلي شبيله. حضرتك كنت اتكلمت في وقت سابق ان هيكون في جلسه مع اللعيبه عن الموضوع ده. Und auch dann, wir haben dann so viele Sie haben dann in der letzten Pressekonferenz schon gesagt, dann, dass Sie mit den Spielern sprechen werden über diesen Punkt. Was gibt es was Neues? Ja, wir sprechen jeden Tag eigentlich über diesen Punkt. Wir trainieren fast jeden Tag. Und ist natürlich so, wenn jetzt hast du 2 Tage dazwischen. Also du kannst nicht viel trainieren mit denen, die gespielt haben, weil die in der Regeneration sind. Dann ist am Mittwoch schon wieder Spiel. Aber wir sprechen jeden Tag über das und das gilt das halt einfach zu verbessern. Und die Spieler müssen da noch konzentrierter sein, noch bewusster und das dann schlussendlich auch umsetzen im Spiel. احنا بنتكلم كل يوم وبنتمرن فردي وجماعي مع اللعيبه كل يوم على النقطه دي تحديدا. طبعا بيبقى في صعوبه دلوقتي مع وجود بنلعب كل 48 ساعه هيبقى في ماتش، فبيبقى اللاعب اللي بيلعب ماتش كامل بيبقى لازم تاني يوم عنده استشفاء وبعدين بعدها يوم وينزل الماتش اللي بعده على طول، فما فيش مساحه كافيه لتدريبات فرديه كتير، لكن احنا بنشتغل على ده يوميا. الدور الباقي على اللعيبه برضو، دي دور اللاعب ان هو ان الكلام اللي احنا بنقوله ده يتطبق ويتنفذ. كوتش النهارده حضرتك اتكلمت عن ان الفريق ما كانش عنده. Wir haben heute gesprochen, dass wir haben keine viele Chancen kreiert haben heute. Und trotzdem haben sie dann zu spät den Wechsel gemacht. Und wir haben dann die erste Halbzeit, hat die Mannschaft, oder sah die Mannschaft nicht gut aus, haben sie gesagt. Und trotzdem haben sie nicht dann in der Halbzeit überlegt, dann einen Wechsel zu machen. Und sind Sie zufrieden dann mit der individuellen Leistung von manchen Spielern, besonders dass heute dann zu viel mehr Fehlpass gibt? Nein, also man kann natürlich in der Pause wechseln, ne? Aber grundsätzlich, wenn wir das in der Pause ansprechen, ist es auch so, dass man den Spielern noch eine Chance gibt, ne? Dass sie sich verbessern können und das besser umsetzen können. أحيانا بيبقى بنتكلم
بين الشوطين لما اللعيبه فعلا تبقى مش كويسه، وخصوصا لما مجموعه كامله مش كويسه، بيبقى بتتكلم مع اللعيبه بتحاول معاهم وبتدي له فرصه انه ينفذ اللي اتقال بين الشوطين، بتدي له فرصه زي سوني او بيس جيبو. وفعلا احنا اتحسننا في الشوط الثاني الى حد ما. Miss Pisse und die individuelle Leistung von manchen Spielern. Ja, also das ist halt immer so. Also wir haben jetzt heute nicht gewonnen, haben nicht viele Möglichkeiten herausgespielt und hat wahrscheinlich auch nicht jeder auf seinem Top-Level gespielt. Das war eigentlich die ganze Mannschaft, die das nicht optimal umgesetzt hat, weil es waren ja nicht nur zwei, drei Spiele, die Fehlpässe gemacht hatten. Es war eigentlich durch die ganze Mannschaft der Fall. زي ما قلت ان النهارده ما لعبناش كويس، ما خلقناش فرص، وده ما كانش بس بسبب حاله لاعب او اتنين، دي كانت حاله يعني اغلب اللعيبه النهارده مش واحد او اتنين يتغير او واحد او اتنين كانوا مش في مستواهم، لا ده كان حاله عامه في اغلب الفريق بالذات في نقطه الميس باس. اتفضل. اشرف صديق صوت الملاعب. Meine Frage heute, die Fans von Al-Ahli fragen über die Leistung und über die Verpflichtungen, die wir planen. Gibt es dann Verpflichtungen dann für den Winter? Und dann hat er ihm gesagt, dann bitte, das ist nicht im Spiel, dann bitte, diese Frage muss zurückgezogen, das hat mit dem Spiel nichts zu tun. Wir müssen nur über das Spiel sprechen. Bitte antworten Sie die Frage nicht. Dann frage ich nur über den Punkt über das Spiel. Besorgte Eber, die Fans von Al Ahli sind enttäuscht von der Leistung von Al Ahli heute. Und wir auch. Eine Botschaft an den Fans, dass sie kommen, vielleicht dann nicht vergessen. Heute, wir haben dann, also Ali hat keine, die Mannschaft hat keine Chancen kreiert. Und wir haben gesehen, dass der Gegner dann spielt in den letzten 20 Metern. Und wir haben dann, um Chancen zu kreieren, sollte man viele Flanken oder vielleicht Schüsse von außerhalb. Und mein Stürmer ist kein Kopfballstärker. Warum hat Hassan Hassan als Kopfballstark dann nicht früher angefangen? Ja, es ist eigentlich wie immer. Also es sind nicht so viele Flanken reingekommen, am Schluss noch. Da war Hossein war drin. Und am Anfang sind fast keine Flanken gekommen und ja, also das ist das Spiel. Also man kann dann eigentlich immer sagen, okay, wenn er mir das nächste Mal sagt, okay, wenn ich aufstellen, oder kann es mir jetzt schon sagen, wie wir am nächsten Mittwoch spielen sollen. Und dann, wenn es nicht ist, frage ich die gleiche Frage ihn. Kann man schon viel Ardiat Bardo und Mohsen Nizel? وبالتالي ما فرقتش حسام كان نزل بدري او متاخر، لكن انا سؤالي لحضرتك هاخد منك تشكيل، تديني تشكيل الماتش الجاي وهاجي لك واسالك، لو اي حاجه في التشكيل غلط او حصل اي مشكله هرجع لك انت السبب في الخطا في التشكيل. بعد الماتش كل حاجه ممكن ان احنا نقول عليها غلط لو النتيجه مش كويسه، وكل حاجه لو النتيجه كويسه هنقول عليها كانت صح. احنا عندنا تصور للمباراه، تصور هو عايز يقول حاجه بس في الاخر. عندك تصور، عندك سيناريو للمباراه، سيناريو للمنافس هيلعب ازاي، بتحط التشكيل على اساسه، بتعمل سيناريو للمباراه، احيانا ما بيمشيش زي ما انت عايز. Ich denke, es ist wichtig, also wir haben jetzt heute, für uns sind unsere Fans sehr wichtig und waren heute auch nicht so viele, also es ist wichtig, dass die auch kommen und uns unterstützen im Stadion und أنا dass sie mit dabei sind. عندي رسالة أخيرة بوجهها لجماهير النادي الأهلي. الجمهور بيقل ماتش بعد التاني، وجمهور النادي الأهلي احنا محتاجينه، جمهور النادي الأهلي هو اللي بيدعم اللعيبة، بيدعمنا وبيدعم اللعيبة في الملعب. من غير جمهور النادي الاهلي احنا هنفقد قوه كبيره. جمهور النادي الاهلي قاعد بيقل كل ماتش بعد التاني، وده مش كويس. احنا بنشوف المنافسين جمهورهم عامل ازاي. رساله الجمهور الاهلي، احنا محتاجينكم لو سمحتوا تيجوا. شكرا.
الحقيقه دايما بنلاقي ان كتير من المدراء الفنيين والمدربين الاجانب بصفه خاصه ما بيعرفوش يتعاملوا قوي مع الخصم لما يكون بيدافع بشكل مستميت، اللي هي سياسه او تكنيك الدفاع البحت، بيخنوا المباراه، ما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي ولا عارفين يخلوا اللعيبه بتوعهم يطبقوا الخطه اللي هم متفقين معاهم عليها. ولو تفتكروا حضراتكم نرجع بالزمن لورا كام سنه كده اثناء مشاركه مصر او منتخب مصر في كاس العالم، في احدى نسخ كاس العالم، كان في ماتش معين، انا مش فاكر كان ماتش مصر وهولندا ولا ماتش مصر ومين، بس كان في ماتش معين اللي انا فاكره كويس، ان كان المنتخب بتاعنا كان محور اهتمام وحديث العالم كله، لان في الماتش ده احنا لعبنا بطريقه دفاع تكاد تكون غير مسبوقه، دفاع بس. يعني في اجانب كتير ما بيعرفوش يتعاملوا مع هذا الملف. على كل الاحوال تعالوا بقى يعني نروح للمغرب، وطبعا زي ما منتخب المغرب الشقيق كان محط انظار العالم طوال فتره مشاركته في النسخه اللي لسه منتهيه من كاس العالم، المره دي بقى انظار العالم كلها ستتجه الى المملكه المغربيه ذات نفسها. عايزين نعرف حضراتكم ان امبارح كشفت تقارير صحفيه عن المدن المغربيه اللي هتستضيف ملاعبها بطوله كاس العالم للانديه القادمه ان شاء الله، والمقرر اقامتها في الفتره من 1 وحتى 11 فبراير في المملكه المغربيه. موقع البطوله المغربي اكد ان مدينتي طنجه والرباط ستحتضنان مباريات مونديال الانديه اللي طبعا هيشارك فيه النادي الاهلي الى جانب الوداد المغربي وريال مدريد الاسباني، الهلال السعودي، فلامينكو، اوكلاند سيتي وسياتل ساندرز، وان شاء الله اكيد برضو هنتفرج على كوره حلوه في هذه المسابقه. عايزين برضو نتكلم شويه عن استضافه مصر لبطوله الامم الافريقيه للشباب تحت سن 20 سنه، المقرر اقامتها في الفتره من 19 فبراير وحتى 12 من مارس 2023، وطبعا هي بدورها مؤهله لكاس العالم اللي هيقام في اندونيسيا واللي بيشارك فيه الى جانب المنتخب المصري كل من نيجيريا وبنين والسنغال وجامبيا وزامبيا وموزمبيق واوغندا وجنوب السودان وتونس ووسط افريقيا وايضا جمهوريه الكونغو. اسفرت القرعه على وقوع مصر في المجموعه الاولى مع موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وبالمناسبه هم ثلاث مجموعات بيصعد دايما اول وثاني من كل مجموعه للدور التالي في بطوله كاس افريقيا للشباب، بالاضافه الى افضل منتخبين في المركز الثالث في هذه المجموعات. المباريات هتتلعب على استادات القاهره والاسكندريه وايضا استاد هيئه قناه السويس. نروح بقى لاستعدادات استضافة مصر لبطولة جراند بري للجودو مكفوفين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 وحتى 18 مارس المقبل إن شاء الله 2023 بصالة برج العرب بالإسكندرية، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس الفرنسية. عدد الدول المتوقع مشاركتها 40 دولة، بإجمالي عدد مشاركين هيتراوح ما بين 300 إلى 500 لاعب. البطولة دي وغيرها من بطولات دولية بتستضيفها مصر طبعا هي ضمن الإطار العام اللي ماشي عليه مصر نحو استضافة مزيد من الفعاليات الرياضية العالمية على أرض بلدنا الغالية. والحقيقة احنا في هذا الإطار بقالنا فترة عاملين شغل ممتاز يعني على أكتر من صعيد وعلى أكتر من مستوى، وكان فيه بالمناسبة مش احنا اللي بنشيد بنفسنا وبنشكر فروحنا، في أوقات سابقة شفنا أن صحافة العالم الرياضية كلها كانت بتشيد بحسن تنظيم واستضافة مصر للعديد من البطولات الدولية. وعلى فكرة احنا ابتدينا نعمل ده مع بدايات انتشار كورونا لو حضراتكم تفتكروا، يعني في الوقت اللي كان فيه دول ودول عظمى عندها من البنى التحتية ومن الإمكانيات المادية ما يسمح أن هم يعني ينظموا اللي على مزاج حضراتكم، واعتذروا وأجلوا وترددوا. مصر في نفس الوقت ده أحسنت استضافة واستقبال دول العالم ووفود المختلفة اللي جم عندنا على أرضنا وبيشاركوا بمنتهى الأريحية والأمان في بطولات مختلفة. لو تفتكروا حضراتكم إحنا اللي اخترعنا الفقاعة الطبية اللي استنسختها عننا مجموعة من الدول أثناء تنظيم بعض البطولات وقت بدايات انتشار كورونا، فطبعا حاجة عظيمة جدا ومشرفة. تعالوا بقى نروح لوزارة الشباب والرياضة اللي بتجهز حاليا لإنشاء مركز معلومات للاعبي كرة القدم من أبناء الجاليات المصرية بالخارج. الفكرة حلوة جدا، يعني مفيش كلام ان الفكرة حلوة جدا، خصوصا ان هي ممكن تساهم بشكل كبير في دعم وفي تطوير المنتخبات الوطنية المصرية من خلال عمليات البحث والتلقيب عن اللاعبين المصريين اصحاب الاصول المصرية او من مزدوج الجنسية وربطهم بقى بالمنتخبات المصرية المختلفة لكرة القدم. وهنا لازم نقول انه من الضروري جدا اعداد خطة استفادة من كافة المواهب المصرية بالخارج لدعم وتطوير كرة القدم المصرية بشكل عام، واكيد الكلام ده هيحصل تزامنا مع المشروعات القومية لاكتشاف الموهوبين سواء محليا
او خارجيا من ابناء الجاليات المصريه المنتشره في جميع انحاء العالم. خطوه مهمه جدا، خطوه محترمه جدا، مفيش ذره شك ان هي شويه كده وهتؤتي ثمارها ونشوف لها انعكاسات طيبه ان شاء الله على منظومه وعلى كواليتي لعيبه كره القدم المصريه. لسه عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه مع حضراتكم. عندنا كلام يخص عودة الدوري الإنجليزي بعد فترة توقف لأكثر من شهر أو شهر ونص. عندنا خبر يخص كريستيانو رونالدو. عندنا تغطية لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالنادي الأهلي وفرقه وفروعه المختلفة. كل ده إن شاء الله هنتكلم معاكم فيه بمجرد عودتنا من هذا الفاصل. خليكم معنا. عودة من جديد لـ10 صفحة الأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. هنرجع بقى نتكلم مرة تانية عن الدوري الإنجليزي بعد ما توقف لأكثر من شهر ونص. واحد طبعا من أقوى دوريات العالم، وبنشوف من خلاله شوية ماتشات لوز اللوز، وبنتفرج على كرة قدم محترمة بالمعنى الحرفي. ويكفي إن احنا بنتابع بقى نجومنا طبعا ولا سيما نجمنا الجميل محمد صلاح. النهاردة هنرجع تاني بقى ايه يعني نتكلم عن التفاصيل الدوري، وهيرجع الدوري مره تانيه باقامه مباريات الجوله 17. طبعا اهمها بالنسبه لنا احنا على الاقل مباراه ليفربول مع استون فيلا اللي هتكون في ملعب فيلا بارك اللي هو نفس ملعب استون فيلا. وطبعا ان شاء الله نجمنا المصري العالمي محمد صلاح هيرجع ويشارك ان شاء الله من جديد، وبنتمنى ان تكون عودته عوده قويه ويرجع من خلالها للتالق من جديد. صحيح ان ليفربول في الموسم ده الوضع مش قد كده، مش ولا بد يعني بعيد الموسم شويه عن الموسم ده شويه عن المنافسه على هذه البطوله، لان ترتيبه حتى هذه اللحظه متاخر حبتين. هو عنده 22 نقطه وموجود حاليا في المركز السادس. ارسنال عنده 37 نقطه في المركز الاول، وراه على طول المان سيتي في المركز الثاني برصيد 32 نقطه. كمان مواجهة النهاردة هتكون هي المواجهة الأولى لحارس أستون فيلا الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بعد ما توج مع منتخب بلاده التتويج العظيم اللي كلنا تابعناه طبعا في كأس العالم، وأكيد هيلفت كل الأنظار وكل الكاميرات حتى من قبل ما تنطلق فعاليات هذه المباراة. وهو الحقيقة عنده الخاصية دي، عنده هي مش كاريزما قد ما هي سلوكيات ونوعية تصرفات. يمكن حتى لحظة التتويج كان في ناس كتير قوي علقت على اللي هو عمله بعد ما ظهر حتى وبيحتفل بالقفاز الذهبي، وعمل حركه كده مش ولا بد وتناها، وبعد كده بعد ما رجع حتى واثناء الاحتفال في بوينس ايرس مع ابناء بلده بحصوله هو ورفاقه على الكاس. هو في حته ملسوعه اي نعم، عامله له جاذبيه من نوع خاص، وطبعا مش محتاجين نتكلم عن قدراته كحارس مرمى، اكيد هو حارس مرمى استثنائي. فدي نقطة كنا حابين نتكلم مع حضراتكم فيها. تعالوا بقى نروح لكريستيانو رونالدو، واللي احنا بقالنا فترة في كلام كتير داير بخصوصه. ده هيروح النصر السعودي؟ لا مش هيروح، الكلام ده مش حقيقي. ده رايح الدوري الامريكي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ الكلام ده مش مظبوط. مؤخرا يعني عبرت شقيقة كريستيانو رونالدو عن رؤيتها هي للجدل اللي حاصل ده، وأثارت جدل شديد بعد ما كتبت على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعليقا على اقتراب شقيقها للانتقال إلى نادي النصر السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة. استخدمت شوية كده ايموشنز معينة في إشارة صريحة منها لأن الكلام ده مش مظبوط، وقالت طبعا أن الكلام ده مش حقيقي. هي بتشير أن كل ما يقال حول هذا الأمر هو مجرد إشاعات، وعلقت وقالت نكتة نهاية العام. طبعا في نفس الوقت في كتير من الصحف الإسبانية بصفة خاصة يعني قالت وأكدت قرب انتقال رونالدو إلى النادي النصر السعودي، ولكن في نفس الوقت في اتجاه آخر بيشير إلى إمكانية لانتقاله للدوري الأمريكي. أدينا لسه لغاية دلوقتي مش عارفين. على كل الأحوال أكيد كلها أيام وندخل بقى في فترة الانتقالات الشتوية، وأكيد هنعرف الموقف النهائي الخاص بهذه الأسطورة الكروية الغير متكررة كريستيانو رونالدو. مسيرة حافلة مليانة نجاحات مدوية، واحد من أعظم من لعب كرة القدم عبر تاريخ كرة القدم بالكامل. طيب تعالوا بقى نروح نتابع آخر الأخبار وآخر المستجدات عندنا بقى. تعالوا نتكلم عن اللي يخصنا احنا، النادي الأهلي وفرقه المختلفة وفروعه المختلفة. تعالوا نروح لفرع النادي الأهلي بالجزيرة حيث تتواجد زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم، وهي جاهزة عشان تعرفنا آخر الأخبار والمستجدات. يا صباح الفل عليك يا هنا، تفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. الفريق واصل تدريباته النهاردة بعد مباراة أمس بدون راحة سلبية. تجمع الفريق كان الساعة 9 صباحا، والمرام بدأ في تمام العاشرة صباحا، استعدادا بقى للمباراة القادمة واللي هتكون يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات
مباريات بطوله الدوري هتكون امام فريق سيراميكا كليوباترا الساعه 7 مساء. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق فيما هو قادم. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للالعاب الاخرى. وقبل ما نبدا اخبارنا النهارده حابه طبعا اهنئ ملكات كره السله بعد تتويجهم بكاس السوبر. يعني عملوا مباراه كبيره جدا الحقيقه، قدروا يحسموا المباراه لصالحهم وبكده بقى يكونوا حققوا ثلاثيه حتى الان في هذا الموسم. قدروا يحققوا بطوله كاس السوبر، قدروا يحققوا بطوله منطقه القاهره ودوري المرتبط. ان شاء الله بقى طبعا بنطمح كمان في مزيد من البطولات هذا الموسم. خلونا بقى نبدا اخبارنا الخاصه بالالعاب الاخرى. وسيدات كره الطايره النهارده هيكون عندهم مباراه امام فريق وادي دجله. المباراه ضمن منافسات بطوله الدوري هتكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره على صاله الشهداء. وخليني بقى انوه لجميع مشاهدينا ان المباراه هيتم نقلها مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي. كل بقى محبين طبعا النادي الاهلي يا ريت تتابعوا المباراه وتدعموا فتيات كره الطايره. طبعا فتيات كره الطايره حتى الان ماشيين بخطه ثابته في بطوله الدوري. يعني اخر مباراه ليهم كانت امام فريق اصحاب الجياد وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجه 3-0. يعني انهوا الشوط الاول بنتيجه 25-12، الشوط الثاني بنتيجه 27-25، والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-9. ان شاء الله بقى النهارده كمان يحققوا سكور كبير ويقدروا يحسموا المباراه لصالحهم بنتيجه 3-0. كمان بقى استكمالا الحديث عن فتيات الذهب، فتيات كره الطايره بالنادي الاهلي، خلينا اقول لكم انه لاول مره في تاريخ كره الطائره المصريه هيقام بطوله كاس السوبر. منافساتها هتكون من يوم 5 يناير حتى 14 يناير، هتقام على ملاعب نادي المقاولون العرب. فتيات طبعا كره الطائره بيشاركوا في البطوله. البطوله هتقام من دور واحد، بيشارك فيها النادي الاهلي، نادي وادي دجله، سبورتنج والصيد. طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق. وخلوني بقى اكلمكم اكتر عن مشاركات النادي الاهلي في البطوله. يوم 5 يناير هيواجهوا فريق وادي دجله، يوم 6 يناير هيواجهوا نادي الصيد، ويوم 7 يناير هيواجهوا نادي سبورتنج، يوم 13 يناير هيلعبوا نصف النهائي، و14 يناير هيقام النهائي. طبعا بنتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق وان شاء الله بقى يتوج بالبطوله. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لرجال كره الطائره. ورجال كره الطائره بيستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه واللي هتكون يوم الثلاث القادم امام فريق سموحه، الثلاث القادم غدا امام فريق سموحه ضمن منافسات بطوله الدوري. ايضا رجال كره الطائره رجال الماسترز عاملين الحقيقه اداء عالي جدا في بطوله الدوري. اخر مباراه ليهم كانت امام فريق ايسترن كومباني وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجه 3-0. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبه كره اليد. وسيدات كره اليد ايضا عندهم النهارده مباراه مهمه جدا. المباراه هتكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره على صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 6 مساء. المباراه دي مباراه دور الثمانيه من بطوله كاس مصر، هتكون امام فريق الشمس الساعه 6 مساء. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق سيدات كرة اليد، ان شاء الله بقى يقدروا يفوزوا في مباراة اليوم، لان زي ما احنا عارفين يا كريم طبعا مباريات كاس مصر بتكون نوك اوت، فاللي بيفوز هو اللي بيستمر في البطولة. فطبعا بنتمنى كل التوفيق لسيدات كرة اليد. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لاخبار النادي الاهلي. ولجنه انشاء فرع نادي الاهلي بالعالمين بتواصل اجتماعاتها. يعني كانوا قاموا باجتماع امس مع لجنه المستثمرين القائمه على المشروع عشان بقى يناقشوا ويبحثوا في كافه التفاصيل وشروط التعاقد. يعني النادي الاهلي بقى بيسعى لتحقيق انجاز جديد. طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في كل خطوه بياخدها. كمان بقى خلونا دلوقتي ننتقل لاخبار اللجان بالنادي الاهلي ولجنه الشباب تحت اشراف اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية. بتعلن عن إقامة حفل لرأس السنة بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر. الحفل هيكون يوم الخميس 29/12 الساعة 7 مساء بالتحديد في منطقة الفود كورت. يعني طبعا بقى بيكون أجواء مميزة جدا داخل النادي الأهلي. كل أعضاء النادي الأهلي يعني يا ريت طبعا تحضروا الحفلة، هيكون في أجواء مميزة. بالمناسبة دي بقى خلوني كمان أهنئ جميع طبعا إخواتنا الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد. إن شاء الله بقى تكون سنة مليئة بالأخبار السارة وعلى صعيد النادي الأهلي تكون مليئة بالإنجازات والبطولات. يعني يا كريم دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة في فقرة أخبار النادي الأهلي، والآن العودة ليك مرة أخرى في الاستوديو. جميل كالعادة يا هدى، بنشكرك على هذه التغطية المتميزة، جزيل الشكر. خلونا نتعرف على مجموعة جديدة من التمارين اللي سهل إن احنا نمارسها في أي مكان، المكان في البيت في المكتب. يعني في ناس كتير بتبقى عندها مشكلة في فكرة إن هي حابة تلعب رياضة لكن ما عندهاش وقت.
في بعض الاحيان ما عندهاش حتى امكانيات ان هي تشترك من خلالها في جيم او في نادي الى اخره. ففي تمارين معينه، ومن هنا بتيجي بقى الحقيقه اهميه التقارير اللي من النوع ده، تمرينات سهله وبسيطه ومهمه ومفيده نقدر كلنا نمارسها بمنتهى البساطه والاريحيه ايا كانت الحته اللي احنا قاعدين فيها. هنتعرف على مجموعه جديده من هذه التمرينات مع كابتن احمد عوض مدير جيم النادي الاهلي بالجزيره. هنشوفه التمارين من خلال هذا التقرير ونطلع بعدها فاصل ونرجع بقى عشان نكمل الكلام. اتفضل. صباح الخير مشاهدينا العظام، صباح الخير جماهير الاهلي العظيمه. النهارده هنعمل شويه حاجات كده مهمه، ودي اهم من التمارين اللي المفروض نتمرنها. ازاي نسخن في البيت او في اي مكان من غير اجهزه، من غير مشايه، من غير عجله؟ ازاي اعمل حركات رياضيه الغرض منها ان انا اسخن جسمي عشان اعلي المرونه في العضلات والليونه في المفاصل؟ يلا بينا كده نتعلم حاجات بسيطه مش محتاجين منها ادوات ولا مشايه ولا حبل ولا كلام ده خالص. اتحرك في المكان، امشي، ده هنعمله قبل اي تمرين او اي حاجه هنعملها، حتى لو تمارين ايدين او رجلين او اي تمرين اعملها في البيت او هعملها في اي مكان، لازم اسخن كويس عشان ما يحصلليش اصابه، عشان احافظ على عضلاتي ومفاصلي من الاصابات. همشي في المكان بس لمده 30 ثانيه او عدي 30 عبد مشي، واحاول انا ماشي يبقى ايدي عكس رجلي عشان يبقى في توافق عضلي عصبي في جسمي. خلصت مشي، هعمل ستيب يمين يمين، طبعا انا بشتغل برجلي الشمال بعكسكم، انا المرايه بتاعتكم كده. انا بعود بس الاشارات ان انا هتحرك برجلي دي كده 30 عده مثلا او 30 ثانيه، عايز اظبطها تايم، شغل ستوب واتش قدامي واشتغل بالتايم مفيش مشكله. بعد كده الرجل الثانيه نفس الكلام 30 ثانيه. اهم حاجه الرجل اللي انا واقف عليها ما تبقاش ثابته، لا تطلع وتنزل معايا عشان احمل على العضلات مش على الركبه. بعد كده ستيب يمين شمال، كده انا حضرت جسمي ان انا هتحرك من اليمين للشمال. احاول الارض اللي انا واقف عليها تبقى سجاده او زي حاجه تكون بتمتص الصدمات، مش ارض صلبه. ابتدي احرك ايدي مع رجلي، ايد عكس رجل كاني بقابل ايدي برجلي، عايز المس ركبتي، شد بطني وانا شغال عشان كده بشغل منطقه البطن معايا. نفس عشان دي تمارين بيسموها ايروبكس، تمارين هوائيه الغرض منها زياده الاكسجين داخل الجسم، في نفس الوقت نرفع درجه حراره الجسم علشان يسخن. استخدم ايدي مع رجلي كده، انا بسخن كل جسمي. هعمل مشي تاني في المكان، هعد 1 2 3 وارفع رجل، رجل التانية، رجل رجل، حركات بسيطة ترفع درجة حرارة جسمي، في نفس الوقت هتزود ضربات قلبي عشان تدخلي في الزون بتاع الفات بيرن اللي احنا بنحرق بيه الدهون. لمدة بالظبط 5 دقايق، مش هتكتر اكتر من كده. هعمل الحركات دي، ماشي تاني في المكان، هنعمل ستاب ايديا، هبتدي بقى بريك ستاب كيرل لورا، رجلي لورا، هعمل كده 30 ثانيه. بعد كده ادخل عليها ايدي عشان يبقى عندي توافق عضلي عصبي بين ايدي ورجلي، هسحب بايدي لورا، طلع النفس وانا بسحب. كده انا بسخن عضلاتي كلها، وفي نفس الوقت المفاصل تبقى جاهزه للتمرين. ارجع تاني ستيب 30 ثانيه، اجهز بايدي تاني بعد ال 30 ثانيه، بايسبس كمان 30 ثانيه، ترايسبس زي ما انا ماشي مفيش مشكله، خلي رجلي لورا لورا لورا، كيك باك بايدي، رجلي ستاب باك، نفس. تاني ستاب، حركات سهلة مش محتاجة مني ان انا بقى اكون بعمل جري ونط الحبل، لا هتسخن جسمي، تنفع لجميع الاعمار من الطفل للراجل الكبير، ومش لازم يبقى بسرعة، ممكن بالراحة، كل واحد على حسب لياقته البدنية، محدش يزود على نفسه. ابتدي اعمل راوند شولدر
اللي هي دوران الكتف لورا كده، بسخن منطقه الرقبه كمان. ارفع ايدي فوق، نفس مهم جدا في التمرين، هنظم النفس. واحد فوق، هقفل وافتح مع ان انا انزل سنه تحت واطلع سنه زي السكوات كده بس لورا. اوبن كلوز، هفتح واقفل بروف. التمارين دي نعملها قبل اي تمرين ماشي في المكان. اللي بقى يقدر او وزنه مش تقيل ويستحمل انه يعمل جامبنج هيبتدي يعمل حاجات فيها جامب، عشان هو الليفل بتاعه اعلى من اللي بيعمل حركات بسيطه دي، ودرجه جسمه وضربات قلبه تزيد بسرعه، عنده لياقه اعلى، فيبتدي يعمل شيفتي ويت كانه بينط الحبل خفيف. لازم اكسجين. بعد كده هينط على رجل واحده، ده اعلى، ده ليفل اعلى كمان، اللي ما يقدرش على الليفل ده ما يعملهوش عشان ما يضرش ركبته ولا ظهره. 30 ثانية يمين، بعد كده 30 ثانية شمال، بعد كده 30 ثانية ان اوت. نرجع تاني 30 ثانية يمين كده، كأني بنط الحبل بالظبط. 30 ثانية شمال، ستوب ووتش شغال قدامي، عايز اعد بالعدد 1 2. اوكي، بعد كده 30 ثانية صعب اكتر، سيزر، خطوة ورا وخطوة قدام. خلصت التمرين او التسخين، ما ينفعش اقف بره راحت. شفت مارش، باخد نفس، طلع النفس، كده جسمي لسه بيهدى. وهنا نبتدي بقى نتمرن، هتمرن بقى سكوات، رجلين، بوش ابس، اي تمرين في جسمي اقدر اعمله وانا جاهز من غير ما يجي لي اصابه، مع معلومه مفيده في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. عوده لـ10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. عندنا في الفقره دي وهي اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، عندنا كلام كتير حابين نتكلم فيه. في البدايه عايزين نقف شويه عند ماتش الاهلي امبارح امام سموحه، وهنتكلم في شويه تفاصيل تخص هذا اللقاء، وبعد كده بقى نخش على ما هو مختلف حبتين. طبعا خلص كاس العالم، كل سنه وكل حضراتكم طيبين، وكلنا ما فيش شك ان احنا متشوقين جدا لعوده كل الدوريات الاوروبيه المختلفه، وطبعا على راس قائمه الدوريات الاهم في راي ناس كتير جدا في العالم الدوري الانجليزي، واحد من اقوى الدوريات في العالم. طبعا راجع الدوري الانجليزي النهارده، واكيد حابين نتكلم يعني عن كل تفاصيل هذا الدوري. خلونا نرحب بضيفي اللي منورني في حلقتنا النهارده، الناقد الرياضي الاستاذ ايمن جلبرتو. يا صباح العسل. صباح الفل يا كريم، اخبارك ايه؟ الحمد لله، كله تمام. كله تمام. نرجع بقى نتكلم على الكوره بتاعتنا، الكوره المحليه. ما وقفتش اخبار كاس العالم معاك ايه الاول؟ كان كويس، بس بالنسبه لي التوقعات طبعا اتضربت، لان بس طبعا الواحد فرحان لميسي. سيبك انت، ده جزء من حلاوه وسحر كاس العالم، ان انت في بعض الاحيان بتبقى صعب تتكهن مين هيوصل لدرجه ايه او هيوصل لفين. وكان في مفاجات كتيره، منها المفاجات اللي اسعدتنا زي ماتش السعوديه مثلا طبعًا. الاولاني، واكيد الانجاز العظيم اللي حققه المنتخب المغربي. هنرجع برضو للتفصيله دي، بس خلينا الاول نقف كده عند ماتش امبارح الاهلي وسموحه، رايك ورؤيتك. يعني للامانه المباراه امبارح كانت صعبه جدا، يعني مش صعبه كمستوى فني او كهي مباراه صعبه، لا هي كصعبه كنتيجه واداء. في بعض الاحيان ممكن النتيجه ما تبقاش كويسه بس الناس تبقى في أداء مش قلقانه او يعني يعني الموضوع مش مقلق، لكن للامانه اللي حصل امبارح واستكمالا طبعا لمباراه فاركو قبليها مباراه فيوتشر، فالناس قلقانه. نادي الاهلي في المركز الاول فارق نقطتين، ولكن زي ما احنا بنقول الناس قلقانه، الناس قلقانه ليه؟ لان هي حاسه ان في مشكله ما في الفريق، سواء فنيه او اداريه او ايا كانت. ناهيك عن ان فقدان ان شاء الله نقطه واحده بقى امر غير مستحب بالنسبه للجماهير في كل مكان. طبعا، وطبعا بعد هديه كمان، يعني ربنا سبحانه وتعالى بعت لجمهور الاهلي وادارته ولاعبيه هديه كاس العالم للانديه، اللي حاجه ما كانتش على البال. صحيح. فجاه لقينا نفسنا هنبقى موجودين في كاس العالم للانديه، فطبعا انت متخيل السيناريو ان انت لما توصل في شهر فبراير وتلعب كاس عالم انديه، بعديها تبتدي مشوارك في دوري ابطال افريقيا وتكمل الدوري اللي هم المفروض اتحاد الكره ورابطه الانديه حابين ان هو يخلص
في وقت مبكر الموسم ده، فانت متخيل كم الضغط اللي هنعانيه تاني في المباريات، فمش مستحملين. هنتعفي بقى من الضغط ده اللي بقالنا سنتين ثلاثه بنتكلم عليه؟ صعب يعني، مع بعد موضوع كاس العالم للانديه كمان الموضوع هيبقى صعب، ولكن هي الفكره دلوقتي كانت في ايدك. يعني النادي الاهلي للاسف المباراتين الاهدر فيهم نقاط كان في ايده، ان هو ما يقدرش ويبقى على القمه بفارق بنتكلم 4 أو 6 نقاط بعيد عن نادي الزمالك اللي هو تعثر قبل مباراه النادي الاهلي. وده برده من الحاجات اللي برده خلت في حزن عند جمهور الاهلي، وده طبيعي جدا، ولازم الناس طبعا لازم كل الناس تتقبل فكره ان جمهور الاهلي زعلان. لا، لان في الطبيعي دايما كان لما يعني المنافس الرئيسي بتاعك بيتعثر في مباراه، لو انت بتلعب بعديه ده بيبقى حافز ليك ولاعيبتك ان انت عايز ان انت يعني تكمل وترجع تفرق تاني وترتاح. فان امبارح كمان النادي الاهلي تقريبا ما فيش محاولات على المرمى بشكل قوي، ما فيش فرص محققه. كنا دايما حتى بنتكلم ان النادي الاهلي في بدايه الموسم بيروح على المرمى كتير، ولكن بيهدر الفرص. بنكسب، بس لا ده احنا نقدر نكسب اكتر، يعني ممكن نكسب طبعًا اتنين طبعًا. تقدر تكسب اكتر وتريح نفسك. لا، امبارح في مباراه سموحه ما كانش فيه حاجه من دي خالص. تقريبا كل اللعيبه كانت اوف داي، فمش عارفين. فعشان كده هنا القلق، الجمهور بيسال ايه المشكله، فين المشكله. في وسط اوجه القلق المتعدده دي، من ضمن الحاجات القليله المطمئنه فكره ان حتى الجمهور بقى عنده ثقه كبيره في ان مستر كولر عينه على كل الثغرات وعلى كل المشاكل، وبيعرف يعني يعمل على تصحيحها مع اللعيبه، سواء نفسيا حتى بصفه خاصه نفسيا قبل حتى فنيا. هي دي الفكره. مستر كولر هو يعني برضو كمدير فني لسه في الدوري المصري، هو بيتحسس برضو الدوري المصري، فهو طبيعي جدا لازم هياخد وقته في حاجه معينه. يعني طبعا النادي الاهلي على مدار تاريخه ما نقدرش نقول ان بتبقى حاجه كويسه ان الجمهور دايما يبقى حكمه متسرع على المدرب، لان كثره تغيير المدربين دي ما بيبقاش فيها استقرار، والمدرب لما يشتغل تحت ضغط ما بيبقاش فيه استقرار. ولكن فعشان كده بقول لك هي الفكره كلها ان بدايه السيزون كانت كويسه، والامور بعد كاس العالم او في فتره كاس العالم ما نقدرش نقول كانت وحشه قوي. لا يعني حتى بعد ما رجعنا كان في بعض المباريات الجيده، ولكن اخر 3 مباريات تحديدا قلقت الجمهور. وقلقت الجمهور ليه؟ وفاركو وسموحه. وليه قلقت الجمهور؟ لان خلي بالك انت بترجع لسيناريوهات سيئه كانت الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، للنادي الاهلي كان بيبقى متصدر الترتيب، بعد كده يلعب كاس العالم للانديه وافريقيا، يتضغط في المباريات ويبتدي بقى يبقى في نزيف النقاط. وللاسف احنا برضو في سؤال ممكن برضو كلنا نساله، النادي الاهلي لعب امبارح مع سموحه، هيلعب بعد بكره مع سيراميكا. طب ليه هنلعب فرق 48 ساعه واحنا لسه ما فيش ما يستدعي ان يتضغط؟ انا متفاهم ان سيراميكا بيلعب في استاد القاهره، واعتقد نادي الزمالك برضو بيلعب في استاد القاهره، فلازم حد فيهم يلعب الاربعاء وحد يلعب الخميس. طب ما كان ممكن الزمالك يلعب الجمعه والاهلي يلعب الخميس، عشان بدل ما سيراميكا يبقى مريح 4 ايام والاهلي هيريح يومين بس، يبقى في تكافؤ يعني طبعًا. يبقى في الفرق تشم نفسها. طب الرفايع بقى اللي من الصنف ده مسؤوليه مين؟ هي طبعا لازم اللي بيحط الجدول، رابطه الانديه او اتحاد الكره ايا كان مين اللي بيحط الجدول، المفروض رابطه الانديه طبعا الحاج عامر حسين، فهم المفروض التفصيله دي تبقى عندهم. والمفروض طبعا يعني من بدايه الموسم الجدول طبعا كان محطوط، بعد كده جت قمه المناخ طبعًا. كان لازم ان احنا نوقف المسابقه لفتره، بعد كده رجعنا تاني. فاعتقد تفصيله زي دي هي المفروض عند لجنه المسابقات عند اتحاد الكوره، المفروض يعني اكيد تتابع من عندنا. انت ايمن شفت وقلت كلمه المفروض كم مره؟ واحنا عموما بقالنا فتره طويله، وكلامي هنا عن المنظومه ككل طبعا، كلمه المفروض دي اتقالت يعني طرطشت كده في 50 قعده سابقه. طب امتى هنوصل لمرحله ان المفروض ده يكون امر واقع وحاصل بالفعل وملموس؟ انا ما اعرفش، لان فعلا حاليا يعني انا ممكن اتفهم ده زي ما احنا بنتكلم كده بعد شهر فبراير، نادي الاهلي لما يخلص ماتشات كاس العالم للانديه ويخش على دوري ابطال افريقيا، ممكن تتفاهم ان في بعض الاسابيع تلعبها بالشكل المضغوط ده. ماشي، احنا الدوري كله مضغوط ده العادي، لكن ليه النهارده في يعني سيراميكا نفسه لعب من يومين تقريبا مباراه، وهيلعب يوم الاربعاء. طب الاهلي يلعب يوم الاحد، ليه يلعب يوم الاربعاء؟ ليه مش الخميس مش الجمعه؟ وهنلعب مع بيراميدز اعتقد يوم الاثنين، بعد كده ترجع تلعب مع انبي في يومين، بعد كده تريح تقريبا 6 ايام قبل ما تلعب ماتش الزمالك او انبي حسب الجدول. معرفش في النص في كاس ولا لا، بس ليه مضغوط يعني؟ ليه نضغط قوي كده مع ان الموضوع سهل يعني؟ طب انت في وسط الضغوطات دي كلها فكرك مين اللي هيوصل، تعال نقول حتى للمربع الذهبي للنسخه دي من الدوري؟
لا هو الاهلي والزمالك هيفضلوا مكملين طبعا، والفكره كلها بتبقى مين اللي نفسه طويل. يعني السنه دي للامانه غزل المحله واضح ان هو بيقول حاجه. يعني عندهم للامانه مدرب جيد كده تقول الفرقه بترجع، يعني ممكن تبقى مغلوبه وترجع تكسب. بيأدوا خارج ملعبهم زي جوه ملعبهم، بيلعبوا كوره كمان جميل. يعني ماتش الامانه ماتش الاهلي وغزل المحله في ملعب المحله كان فيه كوره حلوه، المحله كانت بتلعب، الاهلي كان جيم مفتوح وجيم جماهيري جميل. فالمحله لو استمرت على نفس المستوى من غير المشاكل اللي بيخشوا فيها في بعض الاحيان اللي هي المشاكل الاداريه والماليه، ممكن نلاقي غزل المحله مستمر في المربع الذهبي. بيراميدز واضح انه متذبذب شويه، ولكن بيراميدز بيجي في الاخر ساعات بيستغل تعثرات الانديه اللي هي ما بتقدرش تكمل. بس على فكره جزء كبير او عدد كبير من الانديه يعني دعم صفوفه بصفقات كتير. احنا قلنا هنشوف الاختلاف كله في النسخه دي من الدوري، بس لحد دلوقتي احنا بنشوف تقريبا نص، او يعني لو الجدول موجود هتلاقي ان في 8 او 9 فرق بيصارعوا يعني على الهبوط، على الهبوط يعني طبعًا قريبين طبعًا. يعني حتى سموحه امبارح. طب ازاي كده؟ ما هي دي الحاجات الغريبه. يعني انت النهارده بتشوف نتائج الفرق اللي هي، يعني النهارده سموحه لعب ماتش ما تقدرش تقول لعب ماتش قوي مع الاهلي، او ان هو بيلعب المكسب وكان مقفل وبيلعب هجمه مرتده. لكن لعيبه سموحه انت لو استعرضت نتائج سموحه بشكل عام، وده الحاجه اللي تخلي ممكن الجمهور برده يزعل او يتضايق، ان نتائج سموحه عموما من بدايه الموسم مش نتائج جيده. صحيح. سموحه دخل فيه تقريبا 7 اهداف، مسجل عدد قليل جدا من الاهداف. خسر من الزمالك، خسر من الاتحاد السكندري. يعني حتى متعادل مع فرق هي متزايله جدول الترتيب، فهو مش فريق يعني نقدر نقول انه حاليا يعني في الوضع الحالي انه يعطل النادي الاهلي. يعني مش من انديه طبعًا القمه حاليا، لكن سموحه طبعا في مواسم سابقه كان فريق بينافس بالظبط. دي حاجه تزعل. فحتى لو بنستعرض الملخص المباراه ما فيش، يعني جمهور الاهلي فعلا يعني مش لاقي، يعني ماتش فاركو النادي الاهلي في ماتش فاركو رغم الفوز بلس 90 وكان صعب، لكن النادي الاهلي في ماتش فاركو راح تقريبا بست فرص محققه للتسجيل، خلق فرص هجوميه. لعيبه النادي الاهلي كانت بتروح على المرمى، كانت عندها فرص، في هدف لبرونو سافيو، في شك تسلل على كريم فؤاد ولا لا، كان في يعني كان في شكل تقدر تقول عليه لا. النهارده حتى لو لا قدر الله كان حصل تعادل، احنا رحنا وكان في جزء عدم توفيق. لكن لازم يعني طبعا احنا في قناه الاهلي دائما بنساند طبعا فريقنا ومدربنا وكل حاجه، بس ساعات لازم برضو عشان تبقى صريح مع الجمهور. لا امبارح فعلا الماتش يقلق شويه. فنخرج منه بايه امبارح؟ ان لعيبه النادي الاهلي هي من المفترض طبعا ان هي الافضل في مصر، من المفترض ان هي عندها مهارات فرديه وعندها امكانيات تقدر ان هي في بعض الامور تحل الـ لو مثلا في ماتش متعقد زي كده بمهاره يقدروا يحلوها. فنتمنى ان لعيبه النادي الاهلي تراجع، يعني لو في حد حاسس ان هو مستواه متذبذب، حد حاسس ان هو تعبان مرهق، يعني اكيد يقدروا، عندهم من الخبرات لعيبه كسبت 2 دوري ابطال افريقيا، كسبت 2 سوبر، كاس عالم انديه مركز ثالث مرتين. ما ينفعش هذا الجيل برضه، هم ليهم لاسمهم ولتاريخهم مع النادي الاهلي، ما ينفعش تقال ان هذا الجيل خسر 3 دوري متتالي، هتبقى صعبه، يعني هتبقى بالنسبه لهم صعبه. فهم يقدروا، يعني يقدروا لسه الدوري في وقت، فنراجع اخطاء الماضي. احنا دورنا هنا كقناه النادي الاهلي، ودور طبعا المنظومه الاداريه في النادي الاهلي، اللي احنا نتكلم في الحتت اللي احنا ايه كنا بنقول المفترض ما نلعبش اليومين دي، احنا دي مهمتنا، احنا دي سيبوها لنا، احنا ندافع او على قد ما نقدر نوصل صوت النادي الاهلي وجمهوره. ولكن انتوا بقى عليكم في الملعب تركيزكم ان انتوا ما تضيعوش مجهودكم، ما تضيعوش نقاط سهله تريحكم بعد كده، لان فعلا اللي جاي اللي جاي اصعب. كاس العالم الانديه المره دي كان احنا هنلعب فيه، يعني ان شاء الله هنلعب فيه ماتش زياده اللي هو ماتش اوكلاند سيتي اللي هو التمهيدي الاول. عشان احنا رايحين بدل فريق الدوله المستضيفه. فالنهارده هتلعب مع اوكلاند، ربنا يكرمك وكسبت، هتلعب ماتش كسبت، هتلعب ماتش تاني تالت ورابع. بعد كده تخلص تشوف الكاف هيحط لك الماتش بتاع الهلال السوداني او في دوري ابطال افريقيا اللي هو اول جوله، ايا كان مع مين هيبقى. قبل ما نوصل لدوري ابطال افريقيا، تعالى نقف شويه عند كاس العالم للانديه وتوقعاتك لشكل مشاركة وفعالية مشاركة النادي الأهلي في هذه النسخة من كأس العالم للأندية. هي نسخة مفاجأة جدا، وحلاوتها جت من
ان انت ما كنتش متوقع ان هي ان انت تشارك هي فيها. مجرد المشاركه كانت مفاجاه حلوه. بالظبط، فهي صحيح. حاجه جميله لازم نستثمرها بشكل طبعا. جيد طبعا. مشاركتنا للاسف النسخه الوحيده اللي شاركنا فيها في المغرب ما كانتش افضل نسخه. ففرصه ان انت تحسن صورتك. نكسر النحس المره دي. بالظبط. وهتروح المغرب برضه. بالظبط كده. طبعا. كمان انت يعني اللي هو ايه هتلعب اول مباراه مع اوكلاند سيتي، اوكلاند سيتي من الفرق اللي زي الاهلي كده بيصعدوا كتير بس هم كمستوى ما نقدرش نقول افضل حاجه، فالنهارده انت عندك ادفانتج ان انت تتاهل للدور الثاني، هتستنى القرعه، عندك يا اما هتلعب الوداد او الهلال او الفريق الامريكي بطل امريكا الشماليه. بالظبط، ف يعني امور سهله تقدر تاني تحقق توصل لانجاز. ما قلتش ليه ريال مدريد في وسط كلامك؟ لا ما ريال مدريد بعيد بقى في السيمي ريال مدريد الشر بره وبعيد في السيمي فاينل. يعني خلينا بعيد عن ريال مدريد، لكن لا عند الاهلي عنده فرصه جيده ان هو يبقى موجود ثالث مره على التوالي في السيمي فاينل كانجاز ما حصلش قبل كده طبعا، فنتمناها. خلي بالك الهلال السعودي اللي هو يمتلك قوام تقريبا اللي هو لعب في السعوديه يعني تقريبا معظم منتخب السعودي اللي لعب مباراه الارجنتين وكسب وكان موجود في كاس العالم ده بيلعب في الهلال. أيوه. الهلال ممنوع من القيد بسبب عقوبه تخص يعني جوه الاتحاد السعودي، هم السعودي ممنوع من القيد. هم هناك بيحاولوا دلوقتي يبقى في حاجه اسمها عفو رياضي او حاجه زي كده. أيوه. يبقى في استثناءات عشان خاطر العقوبه دي تترفع على الهلال وانديه اخرى في السعوديه، فالهلال يقدر في يناير يعمل تدعيمات. يعني انت بتتكلم أيوه. منتخب الهلال ده يعتبر منتخب السعوديه أيوة. اللي لعب كاس العالم أيوة صح. مستني يناير عشان يعمل تدعيمات. فهنا انت برضو بتفكر بافكار مختلفه، الناس بتشوف كاس العالم بفكر ان هو عايزين يروحوا عشان يكسروا المشاركه اللي فاتت اللي النادي الاهلي كسبها فيهم اربعه أيوة. في السيمي في دور الثالث والرابع. عايزين كمان ان المنتخب يستثمروا ان المنتخب السعودي ظهر في مباراه جيده في كاس العالم وكان في حاله وان كان ممكن يبقى عندهم فرصه للتاهل، فيستثمروا ده في كاس العالم للانديه ان هم يروحوا يعملوا انجاز. بقول لك فالنهارده ده بيخليك انت كمان كنادي اهلي اكيد طبعا. انت النادي الاهلي اكثر الانديه مشاركه 8 مرات اهو، المره الثالثه على التوالي، فكمان انت لازم لما تروح تبقى رايح بافضل شكل. لو في يناير طبعا. تقدر تعمل تدعيمات مع القوام الموجود يبقى حاجه كويسه جدا طبعا. عشان تستفيد فنيا واداريا وتسويقيا وكل حاجه، فنتمنى ان يكون مشاركه مميزه يعني للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله. طب تعالى بقى نروح لعوده الدوري الانجليزي بعد فتره توقف دامت لمده شهر او شهر ونص. توقعاتك ايه لمشاركه محمد صلاح في ماتش النهارده؟ يعني مباراه استون فيلا، يعني استون فيلا اعتقد من الفرق اللي محمد صلاح كعبه عالي عليها برضو. معلم عليهم كذا هو برضو. خلي بالك صلاحنا في الاحصائيات عموما لما تيجي تشوف فرق الدوري الانجليزي هتلاقي صلاح كعبه عالي على كل الفرق يعني يا رب دايما. فالنهارده دي حاجه كويسه، واعتقد صلاح كتير. اكيد كنا زعلانين هو مش موجود في كاس العالم جدا ولكن قد تكون فرصه جيده ليه ان هو ريح شويه، خد فتره راحه كويسه وقت كاس العالم، استعد بشكل افضل لاستكمال الموسم، لان صلاح حتى الموسم يعني الموسم ده اللي هو الناس طبعا مركزه قوي مع هالاند، لان هالاند عامل ارقام مرعبه. يا اخي الراجل ده عجيب بالشكل، فاضل له شويه ويطير اقسم لا بقى. هو فعلا لغايه دلوقتي 18 هدف، يعني هو باعد بصداره الدوري الهدافي. يعني هو مريح، هو لما اتصاب ما كانش فيه قلق، يعني هو فعلا مهاجم استثنائي. فالنهارده الناس كلها طبعا كانت مركزه معاه. فاضل له شويه ويسجل في ماتش هو مش بيلعب فيه اصلا، يعني مش طبيعي. لا لا هو مش طبيعي. مهاجم. وبعدين انا ما شفتش في حياتي بني ادم يدي كوره يدخل جول، كتف يدخل جول، راسه ايه ده؟ قال لك باكل قلب وكبده مش طبيعي. ده بياكل اللعيبه نفسهم يا استاذ. بياكل بياكل نظام التغذيه بتاعه. بس يا اخي بعد اللقب عن ابننا محمد صلاح. بس خلي بالك بس صلاح برضو يعني الهداف بعد، لكن صلاح في الموسم اجمالا لا ارقام صلاح مش وحشه. يا صلاح هداف الشامبيونز ليج حتى الان مع ليفربول، وهو هداف الشامبيونز ليج النسخه الحاليه لحد دلوقتي. موجود في البريمير ليج، واحد من اكتر اللعيبه اللي عملت مساهمات في الدوري الانجليزي وتمريرات. هو ليه دور جديد دلوقتي، مش دور جديد بس هو ليه طريقه لعب معينه جديده مع ليفربول الموسم ده، مش شرط يكون على طول بيسجل. احنا اتعودنا ان صلاح هو الرجل اللي على طول بيسجل، هو اللي موجود في صداره الهدافين، لكن لا هو ليه ادوار ثانيه وبيأديها وبيساهم. هو حاله ليفربول كانت في بدايه الموسم مش جيده، بس شويه في ماتشين ثلاثه في دور غير الادوار المعتاده منه طبعا بتبقى صعبه. يعني الناس كلها دي كانت فتره عقم تهديفي بالنسبه له ان هو مش موجود في مركزه اللي هو متعود يلعب فيه. بس هو في الاخر هو حتى صلاح مره صرح وقال انا في الاخر بلعب يعني هو المدرب عايزني العب طبعا. كده فانا ملتزم بالظبط، انا ملتزم طبعا. بالطريقه دي. ولكن هي الفكره ان برضه يعني عشان ما نسقلش مش نسقلش عليه، بس برضه من ايه ما يبقاش التقييم صعب، لان انا عارف الناس طبعا
تتوقع دايما من صلاح حاجات كتيره جدا، ولكن هو الموسم ده هو موسم جيد. هالاند فارق في الاهداف، هاري كين فارق، متروفيتش، الناس طبعا. دي فارقه، ولكن صلاح مع ليفربول هو حاليا هو رقم واحد. هو لو مش موجود في ليفربول، يعني ليفربول كبدايه الموسم ما كانش افضل حاجه في الدوري الانجليزي، ولكن صلاح هو هتلاقيه دايما هو اللي عامل فرق. شفناه في ماتش مانشستر سيتي ازاي هو اللي خطف جول الانتصار بشكل جميل. دايما هتلاقي النقاط المضيئه لليفربول الموسم ده هتلاقي موجود فيها محمد صلاح، محطم ارقام في الدوري الانجليزي، محطم ارقام حتى في الشامبيونز ليج. فنتمنى ان الموسم ده يبقى فيه القاب جديده لمحمد صلاح، لانه هيبقى عنده مشكله تخص الحلم بتاعه بتاع بالون دور او ذا بيست، انه جاي في كاس العالم بعد كاس العالم. فطبعا دلوقتي انت بتتكلم السنه اللي جايه دي اي جايزه ممكن تتعمل هيبقى رقم واحد مرشح عليها ميسي، ورقم اثنين امبابي. يعني هتلاقي رقم واحد ميسي ليه؟ لانه بعد كاس العالم، بعد كاس العالم ده طبيعي. يعني ذا بيست مثلا اللي هي هيبتدي التصويت فيها احسن لاعب في العالم من اللي بتقدم من الفيفا، التصويت فيها هيبتدي في يناير. هي عن فتره ما بين 2021 ل 2022، 18 ديسمبر 2022 ده فتره التقييم الفني للعيبه اللي هي اللعيبه المرشحه، بعد كده الناس تصوت. فانت متخيل الناس دلوقتي لما تيجي تصوت العالم كله هيصوت لميسي بطبيعه الحال. بالمناسبه فكرك ميسي هيبقى موقفه ايه الفتره الجايه مع باريس سان جيرمان، وليفاندوفسكي هيبقى وضعه ايه مع البايرن، والاهم كريستيانو رونالدو راح فين وهيجي منين وهيعمل ايه؟ هو مش في السعوديه كريستيانو؟ ما بقتش. بص ما حدش فاهم حاجه بقى، ما انت كل شويه تلاقي كلام مؤكد وكلام تاني بينفيه. هو واضح ان في اوفر موجود لكريستيانو، والا ما كانش، ما هو فيش دخان يعني من غير نار بالظبط. يعني في حاجه موجوده، لكن طبعا. هو كريستيانو واضح انه مستني على امل ان يجي له عرض اوروبي ما ينقذه من اللي هو كان في كلام على الدوري الامريكي مش اوروبي بقى. هو اعتقد هو بالنسبه له انا ممكن، لو هو بيفكر من الدوري الامريكي والدوري السعودي هو ممكن يروح للدوري السعودي، لان الاوفر هيبقى فيه اعلى. غالبا هيبقى اعلى طبعا. لا هو العموم امريكا كانت بتدي، امريكا في فترات كانت بتدي اللعيبه اللي هم خلاص بيبطلوا في اوروبا او يعني بتديهم مبالغ كبيره، لكن زي ما حصل مع ديفيد بيكهام في مثلا وابراهيموفيتش واسامي كتير، لكن اقصد ان حاليا السعوديه فعلا مركزين مع كريستيانو. يعني زي ما شفنا ميسي بالعبايه القطريه ممكن نشوف كريستيانو بالجلابيه والعقال. نشوف نشوفه ده الدنيا حلوه جامد بالظبط. وهيبقى يعني هتبقى هم بيتعاملوا مع الموضوع على انه مش بس هيجي يلعب، يعني مش بس هيجي يلعب مع الكلام على كونه هيبقى سفير كمان للملف السعودي. ما ده يخلي الكلام منطقي الى حد ما. وخلي بالك الاعلام السعودي حتى، لان في بعض الانديه انت عارف النصر والهلال المنافسه والاتحاد، فطبعا بيتكلموا هل هيبقى مرتب كريستيانو ده مدعوم حكوميا مدعوم. فالكلام حتى في الاعلام السعودي لا، ده هو النصر هيدفع جزء وفي شركات استثماريه وفي رعاه هيغطوا هيتحملوا الباقي الراتب ده، مقابل ان الراجل ده هيبقى سفير وهيعمل اعلانات وهيعمل دعايه وهيبقى موجود في الدوري السعودي. فهي الصراحه الموضوع لحد دلوقتي يبدو للناس انه صعب، لكن هو موجود. عموما هي كلها ايام زي ما كنت بقول من شويه ايام، وندخل بقى مرحله الميركاتو الشتوي والصوره هتتضح اكتر. انا هستاذنك بس نطلع فاصل سريع ونرجع عشان اعرف بقى طب ليفاندوفسكي وضعه ايه، طب ميسي حكايته ايه. فاصل ثم عوده، خليكم معانا اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الاستاذ ايمن جلبرتو اللي منورني في حلقتنا النهارده. وقفنا في الكلام عن توقعاته ورؤيته لميسي فيما هو قادم مع باريس سان جيرمان وكمان ليفاندوفسكي مع البايرن. لا ميسي يعني انا اي حد ما كان ميسي كان المفروض يبطل كوره الصراحه كده برضه. يعني بس يعني هو في كلام ان في موسم جديد هو المفروض عقده يخلص، يعني تخيل ميسي ده في يناير فري، لو تقدر اي حد يقدر يوقع مع ميسي ببلاش. ولكن يبدو ان باريس سان جيرمان حابب ان ميسي يقعد سنه كمان. ففي مفاوضات، وبرضه نرجع ونقول بعد التالق الاستثنائي في كاس العالم الحقيقي اعتقد ميسي كان عامل حاله في العالم طبعًا كله طبعا. ودي حاله هو يستحقها. احنا ممكن نهزر طبعا ناس اللي بيشجع ريال مدريد لا، وبعد حتى الناس في عز كاس العالم ويرز ميسي وفين ميسي بالظبط، او فين ميسي هو رد عليه وعمل ايه اهو في جنبها وعلى المنصه بيتوج بكاس العالم. فهي فعلا الكاس العالم ميسي يعني للامانه مش محتاج حاجه تخليه ان هو يبقى اعظم لعيب في التاريخ
طبعًا. او من اعظم اللعيبه في التاريخ طبعًا. لانه صحيح. عمل كل حاجه صحيح. بنتكلم واحد في التوب ليفل بتاع الكوره 15 لا وتوج بقى كمان يعني دره التاج لمشواره كان بالظبط دي اللي ايه الكريزه اللي عطتها طبعا كاس العالم لان هو حلم فعلا كان بالنسبه لميسي حلم بالنسبه للارجنتينيين كل يعني انت متخيل الاغنيه اللي هي الشهيره اللي كانوا بيغنوها وقت كاس هم كل كاس عالم بيبقى ليهم اغنيه كده أيوه. بتشتهر الاغنيه دي هو هم كلهم حلمهم اللقب الثالث دايما في اغانيهم بيبقوا مرابطين مارادونا بميسي ده دايما احنا كان عندنا مارادونا وعندنا ميسي وهاتوا الكاس عشان هو وميسي يجيب لنا الكاس فهم كانوا عاملين حاله فاي حد حتى لو انت في الطبيعي انت في الاخر كوره احنا مصريين وعرب احنا مش شرط يعني انا ارجنتين كسبت او خسرت انا مش مستفيد حاجه لكن لا يعني انت تتعاطف تحب تتعاطف مع احنا عندنا ميول ناحيه منتخبين البرازيل والارجنتين دايما ده من قديم ايطاليا على فكره وايطاليا مصر البرازيل الارجنتين ايطاليا تلاقي دايما ليهم طبعًا. شعبيه كبيره في مصر فلا والارجنتين كان مع ميسي ميسي خلي بالك ميسي فيه جيل كامل مرتبط بيه يعني الجيل اللي هو في الالفينات بدايه الالفينات كان بيعي في الكوره وابتدى بقى نضجه في فتره ليه ظهور ميسي بتاعه 2005 و2004 مع برشلونه ففي جيل كامل فعلا مرتبط بميسي هو بالنسبه لهم الايقونه سواء هنا في مصر او في العالم العربي ماذا بعد بقى حقبه ميسي وكريستيانو رونالدو وليفاندوفسكي يعني دول من ابرز اللعيبه اللي فعلا يعني هما لعيبة استثنائية بكل ما تحمله كلمة من معنى وفي زمن كده أو عصر يتسمى بأسمائهم طبعا حقيقة طب بعد يعني الزمن اللي بعد كده بقى هل شايف إن في حد ممكن يبقى حامل اللواء ميسي حامل رايت ليفاندوفسكي النظري دلوقتي واللي ظهر طبعا امبابي وهالاند بس نقول امبابي أكتر لأن امبابي عنده حتة المهارة كمان طبعًا وعنده طبعًا تنوع شوية هالاند إلى حد ما بنتكلم في الراجل السترايكر اللي هو ما بيهركش طبعا فهتلاقي ده هالاند هيعمل أرقام أسطورية لو كمل طبعا بنفس الامر وطبعا لا نتمنى لحد ان هو يحصل له مشكله في مسيرته كاصابات او حاجه زي كده فلو هو كمل بنفس ده هيعمل ارقام اسطوريه في حته المهاجم دي لكن امبابي هو ممتع عنده كمان جماليات عنده لعبه المحرار. عنده يعني طريقه الجاريه بتاعته في سحبه كده في سحبه وانفتح على 200 260 فما تلحقوش فامبابي بس للامانه برضو صعب نتنبأ قريب ان يبقى في حد يملا هذا الفراغ سواء فراغ ميسي او ده مش حلو ما كده هتبقى متعه المشاهده منخوصه الفتره الجايه صح ما بص ميسي ده موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى اداها لشخص الشخص ده طلع امين ان هو يحافظ عليها ويطورها طبعا لان موهبه ميسي في لعيبه كتير عندها موهبه ناس كتير قوي بتقارن ومش اليومين دول ده من زمان بين ظاهره مارادونا وظاهره ميسي ومين فيهم اللي يعني فنيا اقوى الاثنين عظام انا ما عاصرتش مارادونا انا شفت مارادونا فيديوهات تمام وقصص فاتك كتير اكيد والله طبعا فاتني كتير اوه على ده لعيب مارادونا في اللي هو ايه مارادونا في رقم حتى بعيد قوي كان اللي هو اكتر لعيب اتعمل عليه فاولات اتضرب في كاس العالم في تاريخ كاس العالم مارادونا ب 100 وحاجه اتضرب 100 ومش عارف 20 مره ميسي يا دوب لسه في المركز الثاني ب 65 أيوه. انت متخيل زمان برضو الكوره كانت صعبه لان الناس تدخلاتها بس مارادونا خلي بالك في اغلب الاحيان الحل الوحيد لايقافه ان انت تعطله طبعا ميسي كان ذكي في سنين عمره كلها ان هو كان بيعرف ازاي يتفادى الحاجات دي يعني برضو ميسي من الحاجات الذكيه كانت فيه ودي كنا بنشوفها كتير في اللي بيتابعوا كمان برشلونه والدوري الاسباني كان ذكي ان هو بيعرف يحط ساعات نفس موقف ان انت لو جيت تضربني انا اصلا عديتك حتى في المساحات الضيقه مش هتلحق تضربني صحيح فانا من وجهه نظري اللي يفرق ميسي عن مارادونا يعني طبعا الاثنين عظام أكيد. لكن انا بالنسبه لي ميسي اديله درجه زياده في حاجه واحده ان الراجل على مدار اكتر من 15 سنه في ثبات في هو في التوب ليفل مارادونا كان عنده مشاكل كان عنده ابس اند داونز وكان عنده قصه مع المخدرات في وقت من الاوقات يعني كان عنده مشاكل حتى سياسيه في بعض يعني الاوقات فهو كان حاله يعني لكن مارادونا حاله اي حد يتمنى ان هو يبقى قاعد شايف مارادونا ده قدامه وبيتفرج عليه يعني فهو استثنائي مارادونا حاجه طبعا. استثنائيه طبعا. لكن ميسي للامانه لما بيتحط في كاتيجوري لا ميسي النهارده انت ممكن تاخده مثل وقدوه واحد ازاي زي ما بقول لك كده موهبه موهبة ربنا بيدي ناس كتير موهبة لكن مين اللي بيحافظ عليها طبعا. مين اللي بيطورها مين اللي النهاردة أكيد ميسي ده في حياته ضحى كتير أكيد. عشان خاطر يوصل له وصل طبعا. طبعا. فدي النهاردة تخلي ليه ميسي ممكن اللقطة الأخيرة بتاعته حلوة يعني في مصطلح جميل حد من الزملاء كتبه على التويتر أو من الأصدقاء
قال لك ميسي ده حاجه من اللي ايه، انت بتشوف النهايه السعيده للقصه اللي ساعات في الافلام تبقى قصه ماساويه ليها نهايه سعيده طبعا. او قصه سعيده نهايتها ماساويه صحيح. لكن ميسي هي قصه سعيده نهايتها سعيده نهايتها كويسه يعني طبعا. حاجه حلوه صحيح. ده انا اعتقد ان تكرار ميسي صعب يعني. بمناسبه برضو ميسي قبل ما يسرقنا لقطه النهايه، لقطه ميسي وهو بيحتفل مع الرفاق وهو لابس العبايه القطريه، في ناس كتير قوي وقفت عند العبايه دي واللقطه بتاعت وهو يعني اسمه الامير بيلبسه العبايه، ما بين الاستحسان وما بين الاندهاش وما بين الغضب. في بعض الدول الاوروبيه وخصوصا الدول بعينها شافت في اللقطه دي افساد للنهايه السعيده، في حين ان كتير جدا من الصحف برضو العالميه ولا سيما الارجنتينيه منها بصفه خاصه قالت لك الكلام ده، انت بتقولوا الكلام ده بناء على ايه؟ طب ما في حد ممكن يبقى بيتسلم مفتاح المدينه كشكل من اشكال التكريم زي ما بيحصل مع كبار الزوار مثلا، بيليه بجلاله قدره في وقت من الاوقات واثناء مشاركته وفوزه بكاس عالم في نسخه من النسخ لبس القبعه المكسيكيه الشهيره. فاللقطه دي اثارت جدل واسع، بس الحاجه الاكيده ان هي ستظل في الاذهان سنين طويله جايه. لا دي هتفضل دي لازقه عبر التاريخ طبعا. يعني طبعا. وللامانه هي حاجه كويسه وحركه ذكيه جدا طبعا جدا. انا من وجهه نظري خلي بالك ميسي واحد من الناس اللي موجودين في باريس سان جيرمان، ميسي يعني بالنسبه للملف القطري عموما هو روج للملف القطري طبعا. بكثير من الامور طبعا. باريس سان جيرمان مالكه برضه راجل قطري واستثمارات قطريه كتيره جدا موجوده في باريس سان جيرمان، فهي اللقطه مش ازمه يعني لقطه جميله طبعا. والامانه حتى الناس اللي الدول اللي انت بتقول انتقدتها هم من اول كاس العالم بينتقدوا كاس العالم، بس لايقه عليه اللعبه ايه رايك؟ حلوه على فكره حلوه حتى امير قطر وهو يعني بيلبسها فيها طبعا. تحس فيها يعني صوره طبعا جميله طبعا، فيها تشريف كبير يعني هي صوره جميله ناس صورتها وبالذات وهي متصوره من زاويه معينه وكانه ملك ملك بالظبط انت بتتوج يعني هي لقطه فعلا انت رويال قوي يعني لو اي حد غير ميسي على فكره يعني كان ممكن يعني لوريس مثلا هو اللي يبقى مكان ميسي في النهائي مكان في النهائي لا هي لايقه على ميسي هي مش لايقه على حد تاني غير ان ميسي لان هو فعلا احد يعني ما كانش ملك كره القدم لا هو واحد احد ملوك كره القدم عبر التاريخ طبعا. طبعا. فلقطه جميله قطر عملت مونديال جميل جدا صحيح. هيفضل مذكور في التاريخ ان دولة في الشرق الأوسط دولة عربية مساحتها مش كبيرة، الناس كانت بتنتقد المساحة، الناس كانت بتنتقد ازاي هينظموا الملاعب، طلعت ميزة في نهاية الأمر ان الواحد يقدر يحضر ماتشين ثلاثة النهاردة كابتن عويس والناس بيتسابقوا مين حضر عدد الماتشات الأكثر، مستنيين ويقعد معانا قعدة حلوة عويس عشان يقول لنا بقى أكيد لسه كنت بقول له من شوية قلت له أنت أكيد راجع بكرتونة ذكريات حلوة طبعا. من البطولة دي ابقى تابع الفقرة اللي هينورنا فيها أحمد عويس أنا بشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا في حلقتنا النهاردة، نورتنا كالعادة وإن شاء الله نشوفك على خير بإذن الله. شرف ليا يا كريم، نتمنى إن الحلقة يعني الفترة اللي جاية يبقى كلها حاجات كويسه للنادي الاهلي، الله يا رب. ولو في كبوه بسيطه تعدي وجمهور النادي الاهلي الرساله، حتى لو احنا زعلانين كلنا زعلانين ولكن دورنا في المرحله اللي جايه اللي هو دورنا التاريخي نبقى موجودين في كل الماتشات ونساند الفريق ان شاء الله ربنا يكرمنا. بشكرك على وجودك جزيل الشكر، وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في ثاني واخر فقراتنا الحواريه، خليكم معانا. يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده، وطبعا بنشوف البعض مننا بيكون مهمل الى حد كبير في صحته، وللاسف الشديد كتير مننا مش بننتبه لبعض الاعراض اللي ممكن تكون بدايه لظهور مشكله ما في المفاصل او في العظام، زي مثلا الناس اللي ممكن تسمع صوت طرقعه او واحيانا فرقعه في الركب وهم ماشيين او اثناء القيام، يعني ما بيقفوش كتير عند التفصيله دي مع انها تفصيله في منتهى الاهميه، او بعض العادات والسلوكيات الخاطئه اللي بنتبعها يوميا ومش بنكون مدركين مدى تاثيرها السلبي وانعكاساتها السلبيه على العظم وعلى المفاصل وخصوصا مع تقدمنا في العمر. عشان كده عايزين نتعرف اكتر على ازاي نقدر نحافظ على صحه المفاصل والعظام مع ضيفي اللي منورني في حلقتنا النهارده الاستاذ احمد رافت، وهو المستشار الطبي لشركه باكس فارما. يا صباح الخيرات على حضرتك. يا صباح النور، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله كله بخير. استاذنك نبتدي بالتفصيله دي لان فعلا في مننا ناس كتير كنا بندردش حتى قبل ما نطلع للمشاهدين على الهواء، واقول لك ان حتى من الشباب بقى عندهم مشاكل كتيره في العظم وفي المفاصل. ايه اكتر السلوكيات الخاطئه او العادات الخاطئه اللي بينتج عنها خراب مستعجل للعظم والمفاصل؟ تمام، اولا احنا هنتكلم عن ان الوقوف الكتير
او الاعاد الكتير او اي وضع ثابت فترات طويله ده اكتر حاجه بتاثر على المفصل. أيوة. لان المفصل بيحتاج الحركه عشان يتغذى. طب. لازم يكون في ثني وفرد في اي مفصل عامه عشان الغضروف كمان يبدا يتغذى. فمن احد العادات الخاطئه ان احنا دايما بنثبت في وضع ثابت فترات طويله. تاني حاجه الهيفي ليفتنج او ان احنا نشيل حاجات تقيله جدا. طب. اكتر من قوتنا العضليه ونمشي بيها فترات او نعمل بيها مشوار. كتير كمان بيشتكوا منها الحكايه ده حقيقي بيشيلوا اي حاجات كتير ويمشوا طبعا. بيها مشوار او يطلعوا السلم. طب. طلوع السلم في حد ذاته برده طول ما عضلاتي ضعيفه فده برده بيأثر على المفصل مش بيأثر على حاجه تانية. القعده اللي هي الغلط ان انا اقعد كرفساء او انزل اقعد على رجلي فترات طويله ركبي متنيه فده برده بيأثر على مفصل الركبه جدا. دايما القعده الصح ان المفروض الركبه والهيب يكونوا 90 درجه ما يبقاش الواحد قاعد رجليه تحتيه او قاعد رجليه مفروده قدامه. فدي من اكتر العادات اللي احنا بنعملها دايما بتاثر فينا واحنا مش حاسين. الاكل برده مهم جدا ان الغذاء كويس بيفيد الجسم من غيره او العادات السيئه في الاكل بتاثر على المفاصل. له في اكلات بعينها مفيده للعظم طبعا ده اكيد. زي ايه؟ يعني لو هنتكلم كحاجات مفيده للعظم فهنتكلم ان السمك وبالذات الدهني منه اللي فيه اوميجا 3 كتير ده مفيد جدا للعظم. عندك الليفي جرينز او الحاجات الخضراء اللي هي لونها اخضر داكن وبالذات الفلفل الاخضر بيبقى فيه فيتامين سي مهم جدا جدا للكولاجين سينثيسيس. عندنا برضو الاوميجا 3 موجوده في النتس زي اللوز والجوز والبيناتس او الفول السوداني مهمه جدا جدا. دي حاجات اكلات مهمه. الميه مهمه جدا جدا للمفاصل لان الديهايدريشن او الجفاف بيأثر اول حاجه على المفصل وبعد كده على بقيه البشره والكلام ده كله. طب في اطار بقى الوقايه والعلاج لمشاكل المفاصل والعظام حضرتك تنصح بايه بقى في هذا الاطار؟ مبدئيا طبعا هنحافظ على النظام الغذائي بتاعنا كويس والرياضه طبعا مهمه جدا جدا للعضلات. ومن اهم الحاجات بقى ان احنا بناخد مكملات غذائيه عشان نحافظ على المطلوب للجسم عشان يبني الغضروف ويبني العظم من اول وجديد. فدي مهمه قوي المكملات الغذائيه لان احنا حاليا في وضع معظم الناس ما بتاكلش كويس وفي نفس الوقت ما بياخدش العناصر المطلوبه لجسمه عشان يبني جسمه. فدي المشكله. أيوة. فالمكملات دلوقتي بقت غالبا جزء لا يتجزا من حياتنا يعني. طب في عالم المكملات برضو حضرتك تنصح بايه؟ حاليا ايباكس فارما عامله مكملات غذائيه يعني كامله للجسم كله من اهمها حاجات للجوينتس والمفاصل. أوكي. وبعد كده في مكملات ثانيه عامه لبقيه الجسم اهمهم جوينت بيكس. جوينت بيكس ده مخصص للمفاصل والعظم. طب ما عايزين بقى من حضرتك مشكوره تعرفنا تفاصيله ايه؟ طيب الجوينت بيكس هو معمول للجوينتس مكون من خمس عناصر. أيوة. اولهم الكوندروتين والجلوكوزامين والاثنين دول اللي هم المكونات الاساسيه اللي موجوده في الغضروف نفسه. طبعا. وعشان كده بنديهم له احنا من الخارج عشان يبدا جسمي يبقى عنده مخزون او يبني بيه اسرع من الانتاج اللي موجود. بعد كده في الهيلورونيك اسيد وده السائل اللي موجود ما بين العظم فده طبعا برده بنديه له جوه التابلت. وبعد كده في البرومالين اللي هو مستخلص الاناناس وده مضاد قوي جدا للالتهابات. فبيمنع الاثار الالتهابات اللي موجوده او الوجع اللي موجود بسبب الالتهاب. واخر حاجه موجوده الجينجر اللي هو الجنزبيل وده اصلا مسكن طبيعي فبرضه بيبقى موجود عشان يسكن لو في الم. طيب الفئات العمريه اللي ممكن يعني تاخد الجوينت بيكس؟ لا اي فئه عمريه ما فيش فئه يعني محدده. ابتداء من سن كام مثلا؟ ابتداء من سن 16 سنه اكيد ياخد جوينت بيكس وهو امن للسن. وهو امن جدا جدا. طب كبار السن اكيد ما فيش اي مشكله. هي اهم حاجه ان هو يبقى يكون 16 سنه عدى. طب الناس اللي عندها امراض مزمنه؟ لا كلها مكونات طبيعيه ما بتاثرش على اي حاجه وكلها اصلا الجسم بينتجها من الداخل. بقول بس حضرتك عايز تقفلها لي. طب الناس اللي عندها مشكله في جدار المعده برده ما فيهاش اي مشكله خالص ما بيأثرش في اي حاجه. اذا احنا بنتكلم على منتج امن بالمعنى الحرفي للكلمه. هو امن جدا وطبيعي 100% ما فيهوش اي عنصر خارجي خالص. يعني هو كلها مواد طبيعيه الجسم اصلا بينتجها احنا بنديها له من بره عشان خاطر حتى لو الانتاج قل او لو هو بيستهلك كميه اكبر يكون عنده المخزون الكافي. على ذكر الاستهلاك المفروض ان الجرعات بتاعته بتكون قد ايه؟ الجوينت بيكس بيبقى حبتين في اليوم. اوكي بعد واحدة بعد الوجبه لا مش مرتبط بحاجه مش خالص مرتبط. هو ممكن تاخد الاثنين الصبح وممكن تاخد واحده الصبح وواحده بالليل ما فيهاش اي مشكله خالص. اوكي طب اثناء ما الواحد بياخد الجوينت بيكس هل لازم يعمل الى جانب ده حاجات معينه يمارس رياضه مثلا بشكل معين يراعي نظام غذائي معين؟ الرياضه اساسي والنظام الغذائي لازم برضو الواحد يكون محافظ على الغذاء اللي محتاجه جسمه عشان يقدر يتبني. أوكي. بس المكملات هي بتكمل اللي ناقص في الغذاء. ده طبيعه. طب ده لازم مهم جدا. ما هو مع الجوينت بيكس احنا بقيه المنتجات بتكمله كمان يعني في الفي دي بيكس وده فيتامين دي وده طبعا مهم جدا فيتامين دي لقوه العضلات. طب. والوجع اللي بيبقى موجود معظمنا بنشتكي منه يوميا ان احنا حاسين بالام وارهاق ده بيبقى نقص فيتامين دي. حلو. لما بناخده من بره او من الشمس زي ما المفروض طبيعي يعني ده الواحد بيبدا يفقد الاحساس بالالم ويحس ان هو نشيط وقوي. تاني حاجه فيتامين دي مهم جدا انه يرسب الكالسيوم جوه العظم. فعشان كده في دي بيكس مع الجوينت بيكس بيعملوا شغل كويس قوي. وفي السي دي زد بيكس وده كالسيوم سيتريت ده برده مهم جدا
ومريح جدا، ملوش اي دعوه بالمعده وما بيعملش اي عسر هضم، لان الكالسيوم سيترات ده افضل يعني صيغه للكالسيوم يمتصها الجسم. اوكي. واخر حاجه الالب مالتي فيت او مالتي فيتامين، ده المفروض مكمل غذائي لكل الجسم في كل الفيتامينز الموجوده. الناس اللي بيبقى عندها مشكله مع السمنه وبالذات لما تكون السمنه مفرطه اكيد بتحمل على المفاصل وعلى الركب، والناس دي بتعاني في الطلوع والنزول وفي القوام والاعاد وكل الاوضاع الحقيقه. هل من ضمن النصائح المهمه اللي لازم تتقال لهم الى جانب علاج مشاكل المفاصل والعظام ان هم لازم يفقدوا وزنهم كمان؟ لازم، ده اهم شيء بنقوله لاي حد عنده مشكله وبالذات في الركبتين او الظهر، ان لازم تخس، لان كل كيلو زياده بيحمل على الركبه حوالي 4 كيلو. فتخيل لما انت تنزل كيلو بتفقد حمل على الركبه 4 كيلو، فكل كيلو هتخس. ليه الحمل مش على قد الوزن الزايد؟ يعني ليه ما يكونش التحميل كيلو؟ لان اللودنج نفسه بيبقى اتغير، وضع الجسم نفسه بيبقى اتغير، الجسم نفسه تقل، فالعضله نفسها مش شايله بنفس الكفاءه، فاللي بينزل على المفصل اكتر بكتير من اللي موجود كزياده وزن. يعني السنتر اوف جرافيتي نفسه حتى لما بيتغير وضع المفصل نفسه بيتغير، فده في حد ذاته بيزود الحمل، بيزود الحمل اكتر. اوكي. طيب الناس اللي بتلعب رياضات معينه بتشتغل فيها المفاصل اكتر من رياضات تانية، يعني الناس مثلا اللي هم بيركبوا دراجات، القفز اللي بالزانه، في حاجات معينه بيبقى فيها تحميل صريح على المفاصل وعلى الركب الى اخره، الناس دي تعمل ايه عشان يعني تتقي شر الاصابه، وفي حال لا سمح الله الاصابه يعملوا ايه كعلاج؟ هو احنا مبدئيا طبعا كل رياضي وبيبقى له نظام تدريب معين عشان نقوي المفصل اللي هيشتغل عليه بالشكل ده. انما فكره ان احنا ازاي نحافظ، فاحنا بنحاول قدر الامكان ان احنا زي ما اتفقنا كده ان الجوينت بيكس هو اصلا وقايه اكتر منه كمان علاج، وهو ده الاهم، ان احنا الوقايه اهم من العلاج. فبننصح ان هم ياخدوا المكملات الغذائيه عشان يحافظوا على المفصل في ليونه وفي كل الحاجات المطلوبه عشان يبني نفسه اكتر، فما يوصلش لمرحله الاصابه. ولو لا قدر الله حصلت الاصابه فبرضه جوينت بيكس بيعالج المشكله، بس ده طبعا مع العلاج الطبيعي ومع الدواء اللي في ناس بتوصل لدرجه اصابتها لحتميه اجراء تغيير في المفاصل او في المفصل. ده حقيقي. ده بيبقى الحل الوحيد وقتها، ده بيبقى خلاص. لو وصل للمرحله دي فبيبقى الموضوع صعب. المرحله دي اللي هي ايه برضه عشان نعرف الناس، وفرصه عظيمه عشان تاني نرجع ونكرر ونقول ان ساعات كتير الواحد بيسمع بنفسه طقطقه ركب وما بيقفش عندها. ما هي دي غلط، طالما الركبه بدات تطقطق فكده معناها ان في مشكله موجوده في المفصل او في الغضروف، يا اما السائل قل شويه يا اما الغضروف نفسه تاكل شويه، فطبيعي احنا نلحق نفسنا في الفتره دي ونعمل العلاج الطبيعي وناخد المكملات الغذائيه بتاعتنا عشان جسمنا يبني اسرع ما يتدمر. انما لو استمريت على كده فهنوصل لمرحله الخشونه، لو يبدا الغضروف يتاكل ويبدا العظم نفسه اللي يحتك ببعضه فيبدا يلتهب ويتاكل. امتى بقى بنغير المفصل؟ لما بيكون الموضوع خلاص وصل ان المفصل نفسه ما بقاش يتحرك من كتر ما العظم خلاص طبعا قفل في بعضه جامد وبدا يبقى فيه الم، يعني بيبقى العظم فقد السائل اللي هو بيمنع الاحتكاك، والغضروف نفسه اللي ما بين العظم كمان اتاكل خالص، فبقى خلاص العظم هو اللي بيخبط في عظم على طول. طبعا الام مبرحه بقى في الحاله جدا جدا، وعشان كده ما بقاش قادر خلاص يتحرك ويقوم، فبالتالي لازم تغيير مفصل ساعتها. طيب من ضمن موروثاتنا الشعبيه الاجتماعيه فيما يتعلق بالعادات الغذائيه، يقول لك ان في اكلات معينه بتعمل شغل للوز اللوز مع الركب ومع المفاصل، زي مثلا الكوارع بطبيعه الحال، دايما الكوارع نجمه في الحته دي يعني. الى اي درجه الكلام ده مظبوط؟ لا، هو الكلام مظبوط، لان الكوارع بيبقى فيها جيلاتين وهي اصلا جزء منها بيبقى جزء من الغضروف كمان والحاجات اللي هي المطلوبه للجسم. بس لو انت ما بتاكلهاش فطبعا ده اكيد هيبقى مشكله بالنسبه لك، فاحنا عشان كده بنعوض زي ما قلت لحضرتك جوينت بيكس ده. طب اللي بياكلها كل الحاجات دي اللي بياكلها برضو حسب كميتها قد ايه وبياخد فايدتها قد ايه، ما هو يعني الجرعه اللي موجوده جوه جوين بيكس هي الجرعه الكافيه الديلي ريكومندد دوز، وتغنيني عن ان انا تاخد اي حاجه على نفس الجرعه من خلال الجسم. اكلات معينه ده حقيقي هي تخليك خلاص انت خدت المطلوب للجسم مش طب محتاج. ايه تاني غير الكوارع؟ لا، ما هو غير الكوارع في حاجات كتير، ما هو اي حاجه يعني مثلا احنا الكبده برضو مفيده جدا لان الكبده فيها فيتامين دي. في حاجات زي طبعا احنا قلنا الفيجيتابلز كلها عامه مهمه جدا، الفاكهه برضو، الفاكهه مهمه جدا. هي اكتر مشكله بنواجهها هي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات مشكلتها ان الناس بتاكل كميات كبيره جدا وهي مش مطلوبه بالشكل ده، يعني احنا عندنا الرز والعيش والمكرونه اهم من اي حاجه ثانيه، ودول مش مطلوبين بالكميات دي، مطلوبين باقل شويه من كده. الاهم السلطه والخضار والفاكهه، دول اهم شيء، دول اساسي، وبعد كده البروتين، اخر حاجه خالص الكربوهيدرات. ده احنا بالنسبه لنا بنبدا العكس. طبعا للاسف عارف بقى المصريين بالذات الاكل يعني مزجت ليا اصحاب مزاج. طبق السلطه ده لو كلته كويس هتستفيد جدا 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 اكتر ما تاكل طبق الرز، وبالعكس مش هتتخن.
لانك هتشبع بدري، فهتلاقي نفسك ما بتاكلش كميه كربوهيدرات تتخزن في جسمك. بحكم خبرات حضرتك، لاحظت ان ايه اكتر الفئات العمريه اللي بتشتكي دايما من الام في المفاصل او في العظم؟ كان زمان كان اكتر الناس اللي بتشتكي كبار السن. حاليا وصلنا لمرحله ان الشباب نفسه هو اللي بيشتكي دلوقتي. ده نتيجه ايه بقى؟ ده نتيجه عدم وجود الرياضه في حياتنا خالص، اتلغت. يعني احنا زمان واحنا صغيرين كنا بنلعب كوره، كنا بنجري، بنركب عجل، في لعب حاجات كتير فيها جري. دلوقتي كله قاعد على بلاي ستيشن، قاعد على الموبايل. بس في ناس ممكن تفتكر ان الرياضه ممكن تبقى عنصر مساعد لزياده الالام في حال وجودها. لا خالص، بالعكس. ان انت بتحرك المفاصل وانت اوريدي عندك فيها مشكله، زي ما اتفقنا برضو المفصل محتاج كومبريشن ودي كومبريشن عشان يتغذى. لازم اضغط على المفصل او يحصل عليه لود وافك اللود عشان يبدا يتغذى. طول ما انا قاعد ثابت في مكاني الغضروف مش بيتغذى الغذاء المناسب. امتى بتنصح شخص معين بانه لازم يتوقف عن ممارسه الرياضه دي تحديدا الفتره اللي هو بيعاني بيها فيها من اي مشكله في ده لو في اصابه واضحه وصريحه لازم يريح عشان خاطر يحصل التئام للانسجه او زي الغضروف مثلا يلئم ونبدا نشتغل عليه تاني. انما طول ما فيش اصابه واضحه فقدر الامكان بنريح اسبوع وبعد كده بنرجع تاني للرياضه مع طبعا العلاج الطبيعي وتقويه العضلات. في اصابات بعينها يعني ودايما بتلاقيها مرتبطه بالذات بلعيبه الكوره زي اللي هو قطع في الرباط الصليبي. يعني بيعاني منها دلوقتي حاليا اكرم توفيق، بنتمنى له الشفاء العاجل يا رب ان شاء الله باذن الله. عايزين برضو نعرف الناس النوع ده تحديدا من الاصابات، هل هو قابل للشفاء التام ولا بيسيب اثر حتى لو الواحد قطع شوط في العلاج؟ لا هو يعني بينتهي تماما، بس اهم حاجه العلاج صح وناخد الفترة الزمنية المطلوبة للعلاج والتأهيل المظبوطة. العلاج الصح والتأهيل اللي هما ايه بقى؟ اللي هو الحالة دي، في الحالة دي الرباط الصليبي احنا لازم بنقوي جميع العضلات اللي فوق الركبة كويس جدا جدا عشان تحمي المفصل بعد كده ما يحصلش قطع تاني. وبنشتغل على الرباط الصليبي نفسه ان هو يكون مشدود كويس، ما يبقاش لوس او ما يبقاش سايب بعد العملية او بعد الترقيع. وبنشتغل اكتر كمان على الانكل والهيب لان دول برضو مفصلين شغالين مع الركبة. لازم نأهلهم برضو كويس عشان الصدمه ما تبقاش جايه من الانكل تخبط في الركبه. طبعا فيحصل اصابه تاني. بس التأهيل فتره زمنيه مش اقل من 7 لـ9 شهور للرباط الصليبي لازم. في ناس لما بتحس مثلا بوجع في المفصل عند الكوع او في الركب او كلام من ده مع نفسها يعني بيصرفوا لنفسهم روشتات، فتلاقيه لبس ركبه او لبس حاجه معينه زي بندات كده معينه كضاغطه على المفصل من منطلق ان ده بيثبت المفصل على وضع معين مريح نسبيا بالنسبه لهم. اوكي، هل ده صح ولا غلط انه يتعمل؟ لا ده غلط. اولا التثبيت لازم يكون الدكتور هو اللي قايل عليه ويقول الفتره الزمنيه اللي احنا هنثبتها قد ايه، لان فكره ان انا البس ركبه او البس حاجه بندج على ايدي عشان اثبت المفصل فده اولا بيخلي العضله تاخد اوردر ان في حاجه شغاله مكاني، فهي بتريلاكس خالص وبتسيب فتريح هي بقى. فبتبدا تضعف كمان لان هي مريحه خالص. تاني حاجه اكتشفوا دلوقتي في ابحاث جديده ان الحركه بتريح الالم اسرع من الراحه. فعلا انا لما مثلا دراعي وجعني وعلقه كده فتره هخلص التعليق بعد اسبوع هبص الاقي دراعي لسه وجعني ومش قادر اتحرك، بالعكس ده ممكن يكون مفصل اتيبس والعضله كمان بدات تتعب لان هي اتعودت على الوضع على وضعيه معينه. انما انا لو موجوع وبتحرك within the limit of pain او في خلال درجات الالم بسيط الالم هيبدا يهدى ويخف وهبدا احرك اكتر، تاني يوم هبدا احرك اكتر هوصل ان انا بحرك تماما الحركه كامله. هو فكره ان الواحد وهو موجوع بيبقى عايز يعمل اي حاجه تخلصه من الالم ده، يعني ده حقيقي. ما هو بس الثبات مش حلو، ما هو عشان كده الحركه احنا نتحرك يعني نحاول نحرك نفسنا حركات بسيطه قوي. مثلا لو نفترض ان هو كوع فانا هفرد وقتني مثلا 10 مرات هبص الاقي الالم بدا يهدى شويه. لو كملت شويه كمان هيهدى خالص لان المخ بياخد الاوردر ان الحركه شغاله ومفيش مشكله كبيره فبيبدا هو يحس احساس الالم اهدى شويه. في حالة ان الواحد عنده مشكلة ما في المفاصل وبياخد المكملات مثلا فليكن جوينت بيكس، تمام، هل يفضل ان يبقى في علاج طبيعي كمان بالاضافة للعلاج الدوائي؟ لو بنتكلم في حالة اصابة طبعا لازم يكون في علاج طبيعي عشان نأهله انه يرجع تاني لحياته الطبيعية. انما لو هو شاب وما عندوش اي مشكلة واخدينه كوقاية فاحنا ممكن بيجي نعلمه التمارين اللي المفروض يعملها لوقاية للمفصل ده وبنسيبه هو ينطلق، لكن مش محتاج العلاج الطبيعي دايما. يعني اللي محتاجه اللي عنده اصابة. اكتر حاجه بتشوفها سلوك خاطئ بيؤدي لنتائج كارثيه على المفاصل والعظام؟ اكتر حاجه خالص شفتها هي طبيعه الشغل وطبيعه الاعاد اللي احنا عايشين فيها في مصر. احنا هنا عندنا ناس كتير يا بتقعد كتير جدا جدا يعني ممكن فوق ال 8 9 ساعات ما لهاش حل. ما انت عندك موظفين لا. لازم يقعدوا لهم 8 9 ساعات كل يوم في مكان. قدر الامكان اولا لازم الكرسي يكون معمول بشكل طبي مريح للمفاصل والجسم. تاني حاجه احنا بنحاول ننصح ان كل ساعه غير وضعك 10 دقائق. يعني لو نفترض انك قاعد بقالك ساعه المفروض انك تقف بس 10 دقائق حتى لو بتخلص شغلك على المكتب بس اقف. يعني لو واقف بقالك ساعه اقعد 10 دقائق. الفكره تغيير الوضع 10 دقائق ده بيغير اللودنج اللي على المفصل واللي على العضله فابدا احس ان انا مش تعبان.
انما لما افضل ثابت في نفس الوضع فتره طويله فنفس الحته اللي في الغضروف مضغوط عليها من ساعه ما قعدت لغايه دلوقتي هي هي، فطبيعي ابدا احس بالم لما اجي اقوم، مش هقدر اتحرك بسرعه. في برضو ممكن تلاقي واحد طويل كده زي حالاتي تمام. ومثلا تلاقيه سايق عربيه صغيره قوي فبيضطر عشان يدخل يتحشر ويدفش جواها أوكي. كل جسمه بيتني تكرار هذا الامر يوميا بينتج عنه مشاكل كتير برضو بطبيعه الحال في الركب بصفه خاصه، بالركب بالذات لكن ال- 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 الوضع اللي هو فيه غير قابل للتغيير، ما بقدرش يغير عربيه مثلا، غير وضع الكرسي. الناس دي تعمل ايه بقى؟ وضع الكرسي نفسه بتاع القعده هو المهم. اولا كرسي العربيه المفروض ان انا وانا قاعد فيه ما بقاش قاعد الظهر بعيد عني، لازم يكون قاعد الظهر 90 درجه كده عليه مفروض، وراسي مريحه على المسند بتاع الراس. تاني حاجه رجلي ما ينفعش ان انا ابقى فارد رجل وتاني رجل على اوتوماتيك ما ينفعش، لازم الاثنين يكونوا في نفس البوزيشن مفرودين، لان البلفيس نفسه بيتحرك. كل غلطات الواحد بيعملها دي كلنا بنعملها على طول، كل دي غلطات دايما بيبقى رجل مفروده ورجل متنيه بالظبط كده، فالوسط بيتعود التانيه بيبقى الواحد فاضل له شويه يحطها تحت رجليه يعني هو يربع ما التربيه ده اصلا برده مش صح، لان برده بيضغط على الغضروف. والقعده اللي هي اللي بيبقى قاعدين بتاعت الصلاه اللي هي التشهد دي ما ينفعش نقعدها فترات طويله، لان هي بتبقى ضغط على الغضروف. الحاجات دي كلها مشكله كبيره جدا، وبالذات للركبه اكتر من اي حاجه تانية. كلها نصايح مهمه جدا ومفيده جدا الحقيقه، بنشكر حضرتك عليها جزيل الشكر زي ما بشكرك على وجودك النهارده معانا في حلقتنا. اشكرك ربنا يخليك، ان شاء الله نشوفك على خير ان شاء الله باذن الله. طيب يا حضرات احنا حلقتنا بتنتهي بالفعل، يا دوب انا هشكركم على حسن متابعتكم لينا، وان شاء الله يتجدد اللقاء غدا في حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل. We'll be right back.